من ال بي سي اجمل تحيه لكل محبي كره قدم وكل محبي منتخب لبنان لكره القدم. بعرف اليوم انتم كتار بدكم تعيشوا المباراه الوديه الثانيه اللي عم يخوضها المنتخب اللبناني لكره القدم، والليله منتخب لبنان لكره القدم عم يستضيف المنتخب الفلسطيني. منتخب لبنان بدي اذكر باخر لقاء قبل اسبوعين كان قدر يتعادل مع منتخب غينيا الاستوائيه بنتيجه 1-1، بنفس الوقت منتخب فلسطين كان عم يتعادل مع منتخب طاجكستان بطاجكستان بنتيجة 3-3. إلى جانب مدير منتخب لبنان لكرة القدم فؤاد بلوان يلي رح يعطينا أكثر صورة تحضير المنتخب اللبناني. فؤاد، ليلة مباراة مهمة جدا. أكيد كل الماتش المباريات اللي عم يلعبون هن مباريات مهمة، لأنه هن بيجوا ضمن إطار الاستعدادات للمباريات الرسمية اللي حتنطلع بأدار، ودائما احنا ضمن استراتيجية اللي عم نشتغل فيها عم نستفيد من كل أيام الفيفا داي أو الفيفا ويك اللي عم بتكون، لنقدر نكون كل اللاعبين مع بعضهم موجودين ونكون المباراة هي تحضيرية للمرحلة المقبلة. بدي كمان أقول إلى أنه المنتخب اللبناني طبعا عم يتحضر لتصفيات كأس آسيا بكرة القدم يلي رح يكون أكيد المنتخب اللبناني يحاول التأهل لهالبطولة. المنتخب اللبناني بغادر يوم الأحد للأردن فؤاد، نهار الثلاثة مباراة مهمة جدا مع المنتخب الأردني. صحيح، آخر مباراة هاي مع المنتخب اللبناني ضمن سلسلة مباراة تحضيرية حتكون مع الأردن بعمان نهار الثلاثة. الأردن سبقوا وإجوا على لبنان من فترة، وكان في مباراة بلبنان، كان الاتفاق على مبارتين، واحدة بلبنان واحدة بعمان، و15 شهر هو موعد المباراة الثانية، وهي حتكون المباراة التحضيرية الأخيرة ضمن سلسلة مباريات اللي حضرناهم للمنتخب. كلمة عن غياب حسن معتوق يلي هو نجم كرة القدم اللبنانية اليوم. حسن عنده ظروف خاصة وكان عنده بريك بهالمباراة هاي، لكن حسن حيكون معنا بالأردن إن شاء الله ويلعب المباراة، وهي فرصة كمان للمدرب إنه يشوف يختبر اللاعبين الآخرين بهالمباريات هيدي. على كل طبعا نحن وياكم رح نشاهد دخول المنتخبين لأرض الملعب، المنتخب اللبناني والمنتخب طبعا المنتخب الفلسطيني. خلينا نقول ايضا انه قبل خمس لقاءات جمع المنتخب اللبناني سابقا مع المنتخب الفلسطيني. المنتخب اللبناني قدر يفوز بالعام 1998 على المنتخب الفلسطيني، بينما المنتخب الفلسطيني معه ثلاث انتصارات امام المنتخب اللبناني، وبمباراة الخامسة كان في تعادل، واليوم المواجهة السادسة بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب الأردني والمنتخب طبعا اللبناني والمنتخب الفلسطيني. نهار الثلاثاء المنتخب اللبناني بيكون بالأردن ليخوض آخر لقاء ضمن التحضيرات وضمن طبعا الكامب الكبير اللي عاملينه المنتخب اللبناني طوال هالأسبوع، ليخوض لقاء مهم جدا رح يكون مع المنتخب الأردني. نعرف إلى أنه كرة القدم الأردنية بهالوقت عم تكون من أبرز البطولات على صعيد البطولات العربية وحتى على صعيد آسيا، عم يقدر المنتخب الأردني يفرض نفسه بشكل كتير كبير. المنتخب الفلسطيني أيضا رح نتعرف نحن وياك بعد لحظات على تشكيلة المنتخب الفلسطيني مع زميلنا علي حداد، لنشوف إلى أنه عدد كتير كبير من اللاعبين المحترفين موجودين مع المنتخب الفلسطيني. رح جرب بعد الوقت أخذ حديث أيضا من مدير المنتخب الأردني بكرة المنتخب الفلسطيني لكرة القدم يلي أصبح إلى جنبي. حسام بدنا نقول لك أول شيء يعطيك العافية، المنتخب الفلسطيني اليوم أول شيء أكيد نرحب فيكم بالمدينة الرياضية بالعاصمة اللبنانية ببيروت. المنتخب عم بحكي المنتخب الفلسطيني من المنتخبات يلي إلى شأن صار بكرة القدم العربية، إدي أهمية استعدادكم اليوم والمباراة مع المنتخب اللبناني. أول شيء أنا بتشكرك وبتشكر الجميع، يعني إحنا بنيجي على لبنان وبنحب نيجي على لبنان دايما، مباراتنا مع لبنان بالنسبة لنا مهمة جدا، إحنا بنحضر قاعدين لتصفيات أمم آسيا، رح نعطي كل الجدية وكل الأهمية للمنتخب اللبناني. منتخب لبناني منتخب مهم، إحنا جينا هون لنقدم مباراة حلوة وإن شاء الله بيكون التوفيق للفريقين. عم تشوف إدي عم يتطور المنتخب الفلسطيني، شفنا مباراتكم مع المنتخب السعودي لما قدرتوا تبقوا متعادلين إلى الدقيقة 90 مع المنتخب السعودي، شفنا أيضا مع المنتخب الإماراتي بعدكم طالعين من تعادل مع منتخب طاجكستان. بقى إدي عم يكون في تطور مع على رغم الصعوبات يلي بتمرق فيها كرة القدم الفلسطينية. يعني رئيس
الاتحاد الفلسطيني سيد لواء جبريل رجوب أعطي كل الأهمية وكل الثقل على المنتخب الفلسطيني لأنه بيمثل وبيحمل رسالة فلسطينية. إحنا استعدادنا إن شاء الله بالجهاز الفني الموجود عنا على كامل الاستعداد وإنه يتطور ويضخ أيضا دماء جديدة للمنتخب الفلسطيني. كيف شايف مستوى المنتخب اللبناني أيضا؟ أنا بنحترم كل الاحترام لمستوى المنتخب اللبناني. إحنا هي تاني مرة بنلعب معه، منتخب منظم وبيلعب كرة حلوة وبنتمنى أن اليوم نشوف كرة جميلة. عم نشوف جمهور فلسطيني كبير موجود على المدرجات، شو شعورك؟ أول شيء يا ريت كان في جمهور أكثر لأنه أكيد راح تتفاعل المباراة أكثر. إحنا بنرحب بالجمهور وبتمنى أن تكون الأمور كلها تمام إن شاء الله. شو بتشوف النتيجة الليلة؟ إن شاء الله إحنا بدنا توفيق لاثنين، بس إن شاء الله إحنا راح نفوز 2-1 أو 3-1 إن شاء الله. شكرا لك. أكيد هيدا طبعا أمال المنتخب الفلسطيني، أكيد نظرة المنتخب اللبناني بتكون مختلفة كليا. على كل رح نعيش نحن وياكم دخول المنتخبين اللبناني والفلسطيني لأرض الملعب. بدي أذكر هيدي المباراة هي الودية الثانية للمنتخب اللبناني، وأنا رح أروح لزميلي علي حداد يلي رح يكون معكم على التالي. شكرا زميلي خالد، أجواء رائعة من ملعب المدينة الرياضية، قمة المباريات الودية عم تجمع المنتخب اللبناني والمنتخب الفلسطيني. أجواء رائعة بحضور جماهير كبير للمنتخب الفلسطيني يلي وين محل منتخب فلسطين عنده جمهور كبير. عم نشوف بهاللحظات دخول المنتخبين، المنتخب اللبناني باللباس الأحمر والمنتخب الفلسطيني عم يكون باللباس الأبيض. يعني لما نحكي عن تاريخ المواجهات مشاهدينا الكرام، منتخب لبنان واجه المنتخب الفلسطيني بخمس مواجهات، المواجهة اليوم حتكون المواجهة رقم 6 بجميع المباريات. يعني أشهر انتصار كان للمنتخب اللبناني عام 1998 لما كان عم بينتصر المنتخب اللبناني بنتيجة 3-1 على المنتخب الفلسطيني على ملعب بيروت البلدي بثلاث أهداف كان عم بيسجل منهم زهير العنديري هدفين ووائل نزهة كان عم بيسجل هدف. هاللحظات منتخبين على أرضية الملعب، عم نشوف أمامنا المنتخب الفلسطيني اللي عم بيعمل نقل نوعية بالكرة الفرنسية. والآن مشاهدينا الكرام مع النشيد الوطني للمنتخبين. مشاهدينا الكرام مع نشيد منتخب الأرز مع النشيد اللبناني. مدينة الرياضية عم تشوف طاقم التحكيم اليوم عم بيكون الحكم الأردني، عم بيكون الحكم الأول مراد الزواري، هو الحكم الثاني محمد الخلف، والثالث عيسى الأموي، أما الحكم الرابع عم بيكون لبناني يلي عم بيكون سامر قاسم. عم نشوف اللقطة الرائعة هون المنتخب الفلسطيني يلي عم بيعطي الشيل الشهير للمنتخب اللبناني. لما نحكي عن منتخب فلسطين بنعرف مين هو المنتخب الفلسطيني رغم كل الصعوبات يلي عم بيعانيها من الاحتلال، اما منتخب الفلسطيني رفض الاستسلام وعم بيقدم مباريات كبيره، عم بيقارع كبار المنتخبات باسيا. وكلنا بنذكر الموسم الماضي لما كان عم بيلعب ببطوله كاس اسيا باستراليا يلي كانت اول مشاركه تاريخيه للمنتخب الفلسطيني. على امل المنتخب اللبناني هالموسم يوصل لبطوله اسيا 2019 المقامه بالامارات. المنتخب الفلسطيني اللي
كان عم بيصارع كبار المنتخبات، اللي كان عم بيقدم أداء رائع وأداء ممتاز بتصفيات كأس العالم لروسيا، كان عم بيقدم مباريات كبيرة، وكان عم بيشهر بالمباراة الشهيرة اللي خسرها أمام السعودية بآخر لحظات المباراة بالدقيقة 94. كان محمد السهلاوي عم بهز الشباك، يعني قدم مباراة صعبة جدا، كان المنتخب الفلسطيني أبدا منه سهل. عم نشوف في هاللحظات المنتخب الفلسطيني عم بيحيي الجماهير الكبيرة. لكن مشان الكرام عم نشوف التشكيلة، منتخب لبنان عم بيكون بحراسة المرمى والعرين: مهدي خليل، معتز بالله الجنيدي، نور منصور، نصار هلال الحلوة، محمد حيدر، عدنان حيدر وحسن محمد، علي حمام وأحمد جلول، ونجم ربيع عطايا اللي عم بيقدم يعني أفضل مباريات بمسيرته الكروية. ننتقل لتشكيلة المنتخب الفلسطيني بهاللحظات. حراسة المرمى لتوفيق أبي حمد، عبد اللطيف البهداري اللي متألق، عبد اللطيف هو القائد الميداني لمنتخب الفلسطيني وبيلعب حاليا مع نادي طلائع الجيش بالدوري المصري. سماح مراعبة، مشاهدينا الكرام بنذكر بسماح مراعبة يلي كان أسير بسجون الاحتلال لمدة 6 أشهر، كان أسير، اليوم عم بيلعب مع المنتخب الفلسطيني. تامر صيام، عبد الله جابر، محمد درويش، ومحمود ضهداء، ومحمد صالح، وجاك حبيش اللي من أصل أمه سلوفينية، كان عم بيلعب بالدوري السلوفيني وحاليا عم بيمثل المنتخب الفلسطيني. أما أحمد أبو ناهية، مشاهدينا الكرام، يلي كان هداف المنتخب الفلسطيني بتصفيات كأس العالم لروسيا، كان هداف المنتخب، وعلى أبو صالح. هيدي هي تشكيلة المنتخب الفلسطيني مشاهدينا الكرام. اللحظات قليلة، ويعلن يعني الحكم مراد عن ضربة البداية. عم نشوف هون الجماهير الكبيرة، يعني جمهور منتخب فلسطين، يعني للأسف الجمهور اللبناني ما عم بيكون حاضر. هيدي نقطة سلبية جدا، المنتخب اللبناني بحاجة لدعم الجمهور، ولكن على أمل منتخب لبنان وجماهير لبنان حتلبي النداء بتصفيات الحاسمة لكأس آسيا، حتلبي النداء وتشجيع منتخب لبنان لنرجع نهز المدينة الرياضية ونقارع الكبار بآسيا، ونرجع نذكر بأنه منتخب الأرز هو العالم الصعبة. هون منتخب لبنان عم بيحيي الجماهير الفلسطينية اللي دائما نشوف مع الجمهور الفلسطيني علم الجزائر، يلي بين الفلسطين والجزائر قصة تاريخية، يعني عشق لا يوصف بين المنتخب الجزائري وخصوصا الشعب الجزائري اللي كتير كتير بيتضامن مثل البلاد العربية بيتضامن منتخب فلسطين، ولكن علاقة الجزائر بفلسطين هي غير أي علاقة عادية. هون عم نشوف ضربة البداية حتكون مع المنتخب اللبناني. مشاهدينا الكرام نذكر قائد اليوم كابتن منتخب لبنان حيكون علي حمام يلي بيلعب بزوب أهار، زوب أهار النادي الإيراني، كان متألق مع صفوفه، هو حيكون كابتن المباراة الليلة. محمد حيدر أمامنا على الشاشة، هلال الحلوة يلي مشاهدينا الكرام بيلعب بألمانيا مع نادي فولسبورغ بي فريق الرديف، يعني كان عم بيمثل فولسبورغ من أيام وسنين طويلة، كان عم بيلعب معهم بالرديف. عم نشوف ضربة البداية بلحظات مشاهدينا الكرام، هيدي ضربة البداية للمنتخب اللبناني بلحظات. معتز بالله الجنيدي مدافع نادي الأنصار عم بيلعب الكرة لنور منصور، يعني عم نشوف نادي الأنصار اللي عم بيقدم مستوى رفيع جدا وممتاز بآخر مباريات الدوري، كان عم بيربح بقمة المباريات على نادي العهد بنتيجة 4-2. هون هلال الحلوة، عم نشوف هلال عم بيلعب الكرة عدنان حيدر، رائعة الكرة وسط الملعب. مشاهدينا الكرام بهاللحظات أحمد جلول عم بيمرر الكرة ممتازة، هلا حصل نصار من جديد الكرة، منتخب لبنان حسن محمد نجم نادي النجمة يلي كمان عم بيكون بأقوى مستوياته بآخر مباريات، آخر مباريات كان عم بيقدم مباراة رائعة، كان عم بيسجل هدف رائع جدا كمان. نور منصور عم بيلعب الكرة لمعتز بالله الجنيدي، الكرة مع المنتخب اللبناني بأول لحظات المباراة، رمية تماس بهاللحظات للمنتخب الأرز. عم نشوف نرجع نحكي على قصة الجماهير، يعني للأسف الجمهور اللبناني لازم يكون حاضر بأعداد كبيرة بأعداد أكثر، منتخب لبنان بحاجة لدعم الجماهير. نور منصور عم بيلعب الكرة بهاللحظات، المنتخب اللبناني عم بيحافظ على الكرة، وهون الحكم مراد عم يعلن خطأ لصالح ربيع عطايا اللي عم بيكون هداف الدوري اللبناني ب6 أهداف. يعني شفنا مباراة رفيعة ومباراة جدا قوية كان عم بيقدمها من أقوى عروض ربيع عطايا أمام نادي العهد. الكرة من جديد عدنان حيدر يلعب بالناروج، لعب المحترف للبنان، عم نشوف الكرة بهاللحظات. المنتخب اللبناني، المنتخب الفلسطيني عم بيمتص حماسة المنتخب اللبناني بهاللحظات. أمامنا علي حمام قائد الأرز بهاللحظات بعد حسن معتوية اللي عم بيكون ملتزم مع فريقه وعم بغيب عن هالمباراة الودية، لح يلتحق بالمباراة الثانية أمام الأردن يلي حتنلعب بعمان. علي حمام عم بيحاول يلعب العرضية، ولكن الكرة عم تخرج لرمية التماس.
رمية تماس لصالح المنتخب اللبناني. علي حمام عم بيلعب الكرة. أجواء رائعة بملعب المديني الرياضية من جديد. علي حمام عم بيلعب الكرة. علي حمام بيلعب العرضية خطيرة، لكن الدفاع الفلسطيني عم بيبعد الخطورة. عرضية ممتازة من علي حمام والدفاع الفلسطيني عم بيصد أول الكرات. أول الكرات مشاهدينا الكرام، عبد الله جابر عم بينقذ الشباك الفلسطيني بإبعاد الكرة إلى ركنية، وأولى ركنيات المنتخب اللبناني. نجم محمد حيدر يلي يعتبر الأول حاليا من ناحية الصفقات، أغلى صفقة بالدوري اللبناني محمد حيدر اللي عم بتقل لنادي العهد، عم بيلعب الركنية بالعصات على ما تكون أول هدف المباراة. عم بيلعب الكرة والحارس توفيق عم بيخرج من مرمى وعم بيلتقط الكرة بثبات. عم بيلعب الكرة الطويلة طويلة جدا على المهاجم الفلسطيني، ولكن هون عم نشوف الكرة والضربة. نصار نصار ظهير ممتاز وعم بيلعب الكرة ضايعة من جديد. الكرة مع المنتخب الفلسطيني. عدنان حيدر عم بيلعب الكرة لعلي حمام. ربيع عطايا النجم ربيع عطايا عم بيخسر الكرة بهاللحظات. عم نشوف مباراة سريعة من البداية، مباراة سريعة من المنتخبين، مباراة سريعة من المنتخبين الفلسطيني واللبناني. يعني مشاهدينا الكرام عم نشوف يعني اكبر لاعب حاليا موجود بتشكيلة المنتخب الفلسطيني هو عبد الله البهداري اللي بيلعب مع نادي طلائع الجيش المصري. منتخب فلسطيني اللي عم بيعتمد على استراتيجية الشباب، وهيدي اهم خطوة عم بيشتغل عليها المنتخب الفلسطيني لتحضير منتخب قوي جدا، منتخب قادر يواجه الكل بتصفيات، وخصوصا بكأس آسيا 2019. المنتخب الفلسطيني عم بيبني على استراتيجية جدا ممتازة وجدا مهمة لتحضير منتخب قوي ومنتخب قادر على المنافسة. عم نشوف الكرة علي حمام من جديد. الكرة مقطوعة على صالح المنتخب الفلسطيني. وعد من حيدر عم بيبعد الكرة لعند الحارس توفي. عم نشوف في اللحظات مشاهدينا الكرام عبد الله البهداري 15 كان عم نحكي بانه المحترف بطلائع الجيش المصري بالدوري المصري. يعني عم نشوف منتخب فلسطين بيملك اسامي جدا مهمه وخاصه المحترفين اللي كل يعني عندنا لاعب محمود عيد يلي حاليا ما عم بيكون بالتشكيل الاساسي. محمود عيد يلي ملقب بجيمي فاردي الكره الفلسطينيه بعد ما كان عم بيلعب بالدرجه الثالثه للدوري السويدي والدرجه الاولى والدرجه الثانيه، وحاليا عم بيلعب بالدوري الممتاز وعم بيقدم عروض قويه محمود عيد. من جديد الكرة لصالح المنتخب اللبناني. المنتخب اللبناني ممتاز عم بيحاول الاستحواذ على مباراة لحد الآن لصالح المنتخب اللبناني. عم نشوف الكرة، عم نشوف الكرة وخطأ لصالح المنتخب اللبناني مشاهدينا الكرام. نصار نصار أمامنا على الشاشة. معتز بالله الجنيدي اللي كان عم بيسجل هدف رائع بمرمى شباب الساحلي اللي كان هدف رائع جدا، هدف على طريقة الكبار يعني بتسديدات خرافية كانت من معتز، رائعة كانت الكرة. معتز عم بيلعب الكرة وسط الميدان. المنتخب الفلسطيني عم بيلعب عم بيحاول بناء الهجمات بهاللحظات. عم نشوف اول كراته محمود عم بيلعب الكره محمود، ولكن ممتاز التغطيه الدفاعيه، ممتاز التغطيه الدفاعيه من دفاع المنتخب اللبناني لحد الان. عم نشوف امامنا الكابتن علي حمام، هون المدرب المونتينيغري رادالوفيتش مدرب منتخب لبنان. الكرة ممتازة للمنتخب الفلسطيني والتغطية الدفاعية ممتازة. محمد حيدر بالرقم 10 عم يتقدم. محمد حيدر من جديد عم بيراوغ. محمد حيدر كبير عم بيكسب خطأ أمام سامح مراعبة يلي حكينا إنه كان أسير بسجون الاحتلال لمدة 6 أشهر. بيرتكب خطأ على محمد حيدر. الكرة من جديد مع المنتخب اللبناني. منتخب لبناني عم بيناور عم بيلعب الكرة لمنصور لمعتز. يعني عم نشوف المنتخب اللبناني عم بيحاول جس النبض للمنتخب الفلسطيني أكثر، بيحاول سحب المنتخب الفلسطيني أكثر للمناطق الأمامية واستغلال أي مرتدة وأي ثغرة لتسجيل أول أهداف المباراة. نور منصور مدافع نادي العهد. نشوف عم بيحاول المنتخب اللبناني جذب المنتخب الفلسطيني. الكرة وسط الميدان منتخب لبنان من جديد. الكرة من جديد مع المنتخب. ربيع عم بيتقدم. ربيع عم بيلعب الكرة، ولكن الكرة مقطوعة من المنتخب الفلسطيني. رمي التماس مشاهدينا الكرام لصالح المنتخب الفلسطيني بهاللحظات. عم نشوف رادالوفيتش عم بيعطي التعليمات.
عدنان حيدر. عدنان حيدر على الكرة، عم برجع الكرة من جديد للدفاع لنور منصور، عم يلعب الكرة لمعتز. الأجواء رائعة بملعب المدينة الرياضية مع هالجمهور الكبير للمنتخب الفلسطيني. الكرة من جديد لعلي حمام. الأجواء على مل تسجيل أول هدف المباراة، رائعة هالكرة من ربيع، ولكن الكرة ما عم تكتمل. عبد الله جابر، وكل السلامات للاعب علي حمام. هون الجماهير الفلسطيني الكبير، الجمهور الكبير يلي عم بيساند المنتخب، صورة رائعة جدا للمنتخب الفلسطيني وين محل الدعم موجود. منتخب فلسطين يلي عم بيقاوم من خلال كرة القدم، عم بيواجه كل شيء وعم بيأكد بأنه كرة القدم هي الحل، هي الأمل، هي الحلم لكل شخص. منتخب فلسطين يلي عم بيحاول إيصال الصوت عاليا بكرة القدم يلي هي اللعبة الأولى عالميا. منتخب اللبناني مقطوع على الكرة، ممتازة بالدفاع، رائعة جدا. والكرة من نصار، نصار عم يلعب الكرة لحسن محمد نجم نادي النجمة، عم بينطلق باللحظات. حسن محمد، حسن محمد عم ينطلق مشهور بالسرعة. حسن محمد عم يلعب الكرة ممتاز لنصار، نصار ممكن العرضية ولكن بدون مساندة. عرضية رائعة كانت من نصار، نصار بعد انطلاقة ممتازة من حسن محمد. علي حمام عم يلعب الكرة لربيع، الربيع عطايا، الربيع عم بيمرر ولكن الدفاع الفلسطيني عم بينقذ الكرة. التكتل الدفاعي للمنتخب الفلسطيني. عم نشوف مشاهدينا الكرام تامر عم بيرجع للدفاع، للأدوار الدفاعية. تامر محمد عم يلعب الكرة، عم يلعب الكرة الطويلة ولكن الدفاع اللبناني من جديد. نور منصور بكل خبرة عم بيبعد الكرة، بيبعد الكرة والخطورة عن مرمى منتخب لبنان اللي عم بيكون بحراسته مهدي خليل. مشاهدينا الكرام، يعني مهدي خليل كان عم بيحافظ على شباكه من 13 مباراة، كان عم بيحافظ على شباكه 7 مرات، عم يعني بيعمل كلين شيت. مهدي خليل من أبرز الحراس حاليا بلبنان. حسن محمد من جديد، حسن محمد عم بيلعب الكرة مع هلال، يا سلام رائعة الوانتو ممتازة. حسن محمد عم بيلعب العرضية ولكن ما عم تكتمل، لا ركنية لصالح المنتخب اللبناني. مشاهدينا الكرام، ثاني ركنية للمنتخب، منتخب الأرز على أمل الاستفادة من الركنيات. يعني بمباراة غينيا الاستوائية الماضية لبنان كان عم بيكسب 9 ركنيات ولكن للأسف ولا ركنية نجح بالاستغلالها بتسجيل من هدف. دائما بكرة القدم الكرات الثابتة الركنيات، الأخطاء هي جدا عامل مهم لتسجيل أهداف. ولكن عم نشوف الكرة، أحمد جلول عم بيلعب الركنية، أحمد جلول والحارس توفيق عم بيصد الكرة بالقبضات. رائعة كانت الكورنر من أحمد جلول من جديد. عم بيلعب الكرة، محمد حيدر عم بيخترق، محمد حيدر عم بيناور، محمد حيدر ممكن أول هدف المباراة. رائعة كانت الكرة، رائعة كانت الكرة من محمد حيدر. يا سلام على المرور، يا سلام ملا مرور من محمد حيدر، كان يكتمل بتسجيل أول هدف المباراة. عم بيراوغ الدفاعات الفلسطينية بأول إنذار مباشر على مرمى توفيق. كان محمد حيدر يهز الشباك ولكن للأسف الكرة ارتطمت بالزميل. يعني كرة كانت رائعة جدا، محمد حيدر بمرور رائع بدربلينج عالي بيمتلكه محمد حيدر. يعني كنا نشوف أول أهداف المباراة. منتخب لبنان عم بيقدم مباراة ممتازة لحتى الآن. ربيع عطايا نجم نادي الانصار، وقلنا مثل قلنا مشاهدينا الكرام هداف الدوري اللبناني ب6 اهداف حاليا. معتز بالله الجنيدي عم بيلعب الكره لنصار، نصار احمد جلول. مشاهدينا الكرام، يعني يعد من ابرز لاعبي خط الوسط في لبنان. 11 دقيقه مشاهدينا الكرام على مرور المباراه، ما زالت النتيجه سلبيه. عم نشوف هون الصراع هلال الحلوي، هلال الحلوي مشاهدينا الكرام وصراعه مع علاء ابو صالح على الكره. كان صراع بدني امامنا على الشاشه، المدافع الفلسطيني علاء بترك الكره لحارس المرمى توفيق. الحارس الفلسطيني توفيق، يعني مشاهدينا الكرام لما نحكي عن المنتخب الفلسطيني اللي بيمتلك بمنتخبه وتشكيلته اسامي رائعه مثل جوناثان سوريا اللي بيلعب بالدوري الماليزي،
واسلام البطران يعني من مواليد 95 بيلعب مع نادي وادي دجله المصري اللي حاليا عم بيقود وادي دجله المصري المدرب حسام ميدو اللي تم تعيينه من ايام قليله لتدريب الفريق. امامنا خطا لصالح المنتخب الفلسطيني، اول خطا لصالح المنتخب الفلسطيني. امامنا على الشاشه الحارس العملاق مهدي خليل، مهدي خليل المنتخب الفلسطيني مشاهدينا الكرام عم بيكتسب خطا بلحظات. تامر على تنفيذ الخطا مسافه تقريبا من 32 متر المسافه على المرمى. تامر على تنفيذ الخطا، الحكم مراد يعطي صافره الخطا. لنشوف الكره، منتخب الفلسطيني باول الاخطاء على مرمى المنتخب اللبناني. عم نشوف الكره خطيره ولكن الدفاع الرائع عم بيبعد الخطوره. المره عم نشوف حسن عمد الصراع هون الكبير حسن المحمد رقم 14 عبد الله جابر مشاهدينا الكرام على تنفيذ رميه التماس. عبد الله جابر عم بيلعب الكره ممتازه والتغطيه من الدفاع اللبناني، يعني مشاهدينا الكرام علي حمام عم بيكون ممتاز ومتالق. عم نشوف علي حمام ممتاز جدا يعني بالتصفيات مشاهدينا الكرام، سجل منتخب لبنان 12 هدف وتلقى 6 اهداف، كان اكبر فوز للمنتخب اللبناني 7-0 على منتخب لاوس، كان على ملعب صيدا البلدي، كان منتخب لبنان عم يسجل 7 اهداف، حقق الانتصار بثلاث مباريات وخساره بثلاث مباريات وتعادل بمباراتين، لكان عم يجمع 11 نقطه المنتخب اللبناني بالتصفيات لكأس العالم بروسيا. من جديد الكرة المنتخب اللبناني حسن محمد والكرة لصالح المنتخب الفلسطيني. رمي التماس لصالح المنتخب الفلسطيني باللحظات. النتيجة ما زالت سلبية بين المنتخبين، المنتخب الفلسطيني المنتخب الفدائي والمنتخب الأرز. من جديد الكرة مع المنتخب الفلسطيني، الكرة وخطأ على سامح أحمد جلول عم بيرتكب خطأ لصالح المنتخب الفلسطيني. جمهور يعني عم بيزيد أكثر وأكثر مع مرور الوقت والدقائق، جمهور الفلسطيني عم نشوف الإعادة وأحمد جلول بتدخل على سامح. فيها من جديد ربيع عطايا عم بيلعب الكرة، ربيع عم بيلعب الكرة من جديد وسط الميدان، الكرة مقطوعة والدفاع يا سلام رائع، كان المرور رائع. عم نشوف المعركة وسط الميدان، لبنان عم يربح المعركة وسط الميدان. عم بيطلع مشاهدينا الكرام محمد حيدر عم بيلعب الكرة لربيع عطايا، والكرة عم تطول على ربيع لرمية التماس لصالح المنتخب الفلسطيني على تنفيذها. عبد الله جابر عم بينفذ رمية التماس، يعني مشاهدينا الكرام مدرب المنتخب الفلسطيني يلي كلنا قصته غريبة صراحة خلال تحضيري عن المدرب يلي لفتني، مدرب جدا عملاق وخاصة من الناحية اللياقة البدنية، يلي كان هو مدرب اللياقة بالبدنية، ولكن بعد ما تخلف مدرب المنتخب الفلسطيني الأول عن المنتخب تم ترفيعه ليصير المدرب الأول نور الدين ولد علي يلي حاصل على دورة تدريب من أستون فيلا عام 2010، يعني مدرب عنده كارير جدا رائع وممتاز، وكان عم بدرب يعني مشاهدينا الكرام فريق نيس تحت 19 اللي هو حاليا متصدر الدوري الفرنسي بقياده النجم الايطالي سوبر ماريو بلوتيلي اللي عم بيقدم مباريات كبيره. كان مدرب فريق نيس تحت 16 سنه المدرب نور الدين ولد علي الجزائري، كارير كثير كبيره مشاهدينا الكرام ومؤهل لياقه بدنيه من المركز الفرنسي والاتحاد الفرنسي لكره القدم. من جديد المنتخب الفلسطيني باللحظات، المنتخب الفلسطيني مشاهدينا الكرام جاكا حبيشي عم بيلعب الكره من اصول سلوفينيه، عم بيلعب مباراه ممتازه. عم نشوف حسن محمد عم يتقدم، حسن محمد عم بيلعب الكره لهلال، خطا لصالح المنتخب اللبناني. ومشاهدينا الكرام عم نشوف اول تدخلات عنيفه، كان عبد اللطيف البهداري، عبد اللطيف البهداري بهاللقطه عم يتدخل على هلال الحلوه اللي يعد من القياديين بمنتخب فلسطين اكثر لاعبين خبره بالميدان. عبد الله البهداري بيلعب بطلائع الجيش المصري. احمد جلول على تنفيذ الخطا، النتيجه ما زالت 0-0 مشاهدينا الكرام.
نور منصور بيلعب كرة أمامية ممتازة الكرة محمد حيدر، محمد حيدر عم بيسدد، محمد حيدر وتسديدة على مرمى توفي ولكن ما عم بتصيب الشباك. محمد حيدر يعني كان عم بيناور. أمامنا على الشاشة هلال الحلوة، الحارس توفيق بيحافظ على شباكه لمدة 17 دقيقة لحد الآن. الشباك للمنتخبين نزلت نظيفة 0-0. الجمهور الفلسطيني عم بيولع المدرجات بهاللحظات، يعني 18 دقيقة مشاهدينا الكرام ولا هجمة خطيرة ولا إنذار على مرمى مهدي خليل. منتخب لبناني مذكر بالفرصة الخطيرة اللي كانت من محمد حيدر بعد ما كان عم بيراوغ كان حيسجل الأهداف. أمامنا الجمهور، الجمهور الكبير ودائما مثل ما قلنا علم الجزائر اللي بيكون حاضر مع الفلسطينيين وين ما يحل المنتخب الفلسطيني وخصوصا الشعب الفلسطيني. علم منتخب الجزائر بيكون حاضر، يعني كنا نذكر المباراة الشهيرة اللي لعبها من اشهر منتخب فلسطين ومنتخب الجزائر بالجزائر تحت حضور 57 الف متفرج. كان المنتخب الجزائري عم بيربح بنتيجة 1-0. هذه الكرة مشاهدينا الكرام بنذكر النتيجة ما زالت سلبية بين المنتخبين، على أمل نشوف الأهداف، على أمل نشوف القمة والإثارة في قادم الدقائق. عم نشوف الكرة، محمد حيدر، محمد حيدر عم يلعب الكرة لأحمد جلول، أحمد جلول من جديد إلى نور منصور، نور منصور عم يلعب الكرة لعلي حمام قائد منتخب الأرز. عدنان حيدر عم يلعب الكرة من جديد وسط الميدان، عدنان حيدر، عدنان عم يتقدم، عدنان حيدر دينامو بخط وسط ميدان المنتخب اللبناني متألق عدنان حيدر. نصار نصار عم بيلعب الكرة لأحمد جلول، المنتخب اللبناني مستحوذ أكثر على الكرة، أكثر استحواذا من المنتخب الفلسطيني. ربيع عطايا، ربيع عطايا عم بيحاول تقدم، ربيع عطايا والصراع الكبير، ربيع عطايا وعبد الله الجابر صراع بدني كبير. ربيع عطايا عم بيطلب بإنصار عبد الله الجابر، عم نشوف الصراع وتدخل على ربيع عطايا. هون امامنا عبد الله، عبد الله جابر اللي كان عم يدخل على ربيع عطايا. عم نشوف هون مشاهدينا الكرام المنتخب اللبناني على امل التسجيل من الخطا، على امل تسجيل هدف اول بالمباراه. محمد حيدر وربيع عطايا على تنفيذ الكره، محمد حيدر و ربيع عطايا مشاهدينا الكرام. عم نشوف امن المدرب الجزائري، عم نشوف الكره، محمد حيدر عم بيلعب الكره لربيع عطايا، ربيع عطايا عم بيلعب العرضيه رائعه والدفاع منتخب فلسطين عم بيبعد الخطوره مرتده لصالح المنتخب الفلسطيني بلحظات، ولكن الكره طويله جدا، طويله جدا عم بتكون يعني مشاهدينا الكرام على شاكا، طويله جدا كانت الكره، يعني مشاهدي الكرام اصغر لاعب موجود بتشكيله المنتخب الفلسطيني هو عدي دباغ يلي 18 سنه واكبرهم مثل ما قلنا عبد اللطيف البهداري ب 32 سنه. يعني عدي يلي 18 سنه يلي مثل ما ذكرنا مشاهدي الكرام ببدايه اللقاء انه المنتخب الفلسطيني عم يعتمد على استراتيجيه رائعه. عم نشوف ربيع عطايا عم يلعب الكره لمحمد حيدر والكره ممتازه والتغطيه من المنتخب الفلسطيني بامان وسلام للحارس توفيق. عم نشوف الكرة بأمان وسلام للحارس توفيق. 21 دقيقة مشاهدينا الكرام، مباراة عم بيقدم منتخب لبنان لحديت الآن مباراة جيدة، المنتخب الفلسطيني بدون أي خطورة تسكر على مرمى المنتخب اللبناني. الهلال الحلو مرة أخرى على الميدان، عم نشوف تدخل كان بيكون من سامح، خطأ لصالح المنتخب اللبناني. أحمد جلول نصار نصار مشاهدينا الكرام على تنفيذ الخطأ. هون عم نسمع صوت الجمهور الفلسطيني اللي عم يشجع المنتخب، عم نشوف الكرة
الكرة لمنتخب لبنان، الكرة عم تمر ممتازة، نور منصور، نور منصور عم يلعب العرضية بداخل الدربكة، ولكن الكرة ممتازة والتغطية رائعة، تغطية رائعة جدا من المنتخب الفلسطيني. مشاهدينا الكرام، يلي منذكر مشاهدينا الكرام بأنه منتخب فلسطين بالتصفيات تلقى فقط 6 أهداف بتصفيات كأس العالم روسيا وآسيا، كان عم بيتلقى فقط 6 أهداف وعم بيسجل 22 هدف. خط المنتخب الهجومي لفلسطين عم بيكون ناري بالتصفيات، مسجلين 22 هدف ومتلقين فقط 6 أهداف، دفاع ممتاز جدا يعني منتخب فلسطين اليوم لحد الآن. لكن بهالمباراة ما عم نشوف الخطورة الهجومية، يعني يمكن لحديت هلا مشاهدينا الكرام ما شفنا أي خطورة تشكر من أحمد أبو ناهية اللي هو هداف المنتخب الفلسطيني كان بالتصفيات. المنتخب الفلسطيني بدون أي خطورة على مرمى منتخب اللبناني. ربيع عطايا، النجم ربيع عطايا عم يلعب الكرة، هلال الحلوة عم يلعب الكرة ربيع، ولكن الدفاع عبد الله عم بيقطع الكرة، عبد اللطيف البهداري عم يلعب بالنار. عم نشوف الثقة والخبرة الواضحة من عبد اللطيف البهداري، ثقة واضحة، خبرة موجودة، عم بيقدم مباراة رائعة بالتغطية حديث الآن. شوف الدربك والصراع الرأسية، محمد حيدر عم يلعب الكرة لعدنان حيدر، محمد حيدر وعدنان حيدر يعني موجودين بالملعب. ربيع عطايا عم يطلب بلمسة يد، ولكن الحكم بيعطي أفضلية اللعب من جديد. منتخب فلسطين عم بيحاول الكرة، منتخب فلسطين ممكن أول هدف في المباراة، منتخب فلسطين لا، الكرة ممتازة كانت ولكن سوء، النهائي ما كان رائع، الفينشينج ما كان موجود، اللمسة الأخيرة ما كانت موجودة عند المنتخب الفلسطيني. يعني على خط العمليات كان منتخب فلسطين عم بيخسر الكرة. كرة كانت رائعة مشاهدينا الكرام لمنتخب فلسطين، كنا نشوف أول هدف المباراة لمنتخب فلسطين، الجمهور الكبير، الجمهور الحاضر بمدرجات المدينة الرياضية، الحكم الأردني مراد هناك إصابة، وكل السلامات لهلال الحلوي. مشاهدينا الكرام عم بيكون على أرضية الميدان، الأجواء رائعة مشاهدينا الكرام. يعني المنتخب الفلسطيني كان آخر انتصار عم بيحققه على منتخب لبنان ببطولة رسمية، كانت بطولة غرب آسيا 2012 بقيادة المدرب الإيطالي أمير روما جوزيبي جانيني. كان منتخب لبنان عم بيخسر 1-0، كان هدف تاريخي للمنتخب الفلسطيني لأنه كانت أول مشاركة للمنتخب الفلسطيني عام 2012 ببطولة غرب آسيا. كان عم بيربح المنتخب الفلسطيني بنتيجة 1-0، 1-0 كانت النتيجة بهدف رائع كان عم بيسجله إياد أبو غرقود بشباك المنتخب اللبناني. هون عم نشوف الحوار محمد حيدر مع ربيع عطايا وعلي حمام. يعني غيابات المنتخب مشاهدينا الكرام، منتخب لبنان بيكون غياب أنس أبو صالح وباسل الجرادي وحسن معتوب بسبب التزامه للفريق، أما البقية بسبب الإصابة. النتيجة سلبية مشاهدينا الكرام لحد الآن. نور منصور أمامنا، لما نحكي مشاهدينا الكرام منتخب فلسطيني اللي كان أول منتخب عربي عم بيشارك بتصفيات كأس العالم سنة 1930، أول منتخب عربي آسيوي كان عم بيشارك بتصفيات كأس العالم. منتخب فلسطيني اللي عنده تاريخ عريق بالكرة، من جديد المنتخب الفلسطيني بالعزات مشاهدينا الكرام، وهون بيخسر التوازن بالعزات. نشوف التفاعل مع الجماهير بكل هجمة للمنتخب الفلسطيني على خط عمليات المنتخب اللبناني. المنتخب الفلسطيني من جديد عم بيلعب الكرة، ممتازة الكرة رائعة، ولكن نور منصور من جديد، نور منصور بكل الكرات حاضر، عم نشوف تدخل رائع من ربيع عطايا عم بيلعب الكرة لعدنان حيدر، عدنان حيدر عم بيلعب الكرة لمحمد حيدر، يعني محمد حيدر عم بيخسر كل الصراعات الثنائية، محمد حيدر عم بيخسرها. الصراعات الثنائية عم بيخسرها محمد حيدر. يحتج على الحكم محمد حيدر أغلى لاعب بالدوري اللبناني. ننتقل لصفوف نادي العهد اللي كان نادي العهد مشاهدينا الكرام عم بيشارك بنصف نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وكان عم بيخسر أمام القوة الجوية العراقية يلي من أسبوع كان عم بيحقق اللقب أمام الفريق الهندي.
جديدة الكرة للمنتخب الفلسطيني، المنتخب الفلسطيني على قدم المنتخب الفلسطيني ممتن بالكرة، ولكن إصابة محمد غدر والروح الرياضية من المنتخب الفلسطيني، وعلى ما يبدو إصابة نوعا ما خطيرة لحسن لمحمد حيدر. كان العهد مشاهدينا الكرام عم بيودع بطولة كأس الاتحاد الآسيوي من النصف النهائي بالهزيمة على ملعب المدينة الرياضية بنتيجة 3-2، بينما من أسبوع كان القوة الجوية عم بيحقق اللقب بفوزه على الفريق الهندي بنتيجة 1-0. يعني مشاهدينا الكرام نذكر بأنه اللي سجل هدف القوة الجوية العراقية حمد الحمادي حاليا عم بينافس عمر عبد الرحمن يلي ملقب بعموري على جائزة أفضل لاعب بآسيا، يعني اللي سجل هدف البطولة عم بينافس عموري عمر عبد الرحمن لاعب نادي العين الإماراتي عم بينافسه على جائزة أفضل لاعب بآسيا، حمد حمادي لاعب نادي القوة الجوية العراقية. يعني كنا نتمنى انه كلنا يربح العهد يتاهل للمباراه النهائيه وتحقيق اللقب، ولكن مش الكرام هالموسم راح يشارك نادي النجمه ونادي الصفا ببطوله كاس الاتحاد الاسيوي، وحتكون المشاركه الاخيره يعني مثل ما اعلن الاتحاد الاسيوي بسبب الشروط وعقود يعني الاحتراف بحال لم يطبق الاتحاد اللبناني نظام الاحتراف والشروط المستوفية للاتحاد الآسيوي ما حيلعب ولا فريق بلبنان بالمشاركة الآسيوية إذا لم تطبق الشروط. المشاركة الأخيرة رح تكون نادي النجمة ونادي الصفا هالموسم، نرجع نذكر وشكرًا بحال لم يطبق عقود الاحتراف والشروط المستوفية للاتحاد الآسيوي ولا فريق لبناني حيشارك في بطولات آسيوية. الكرة من جديد ربيع عطايا عم بيلعب كرة للحارس توفيق، يعني جدا مهم امر يصير الدوري عندنا دوري محترف، كل شيء محترف مهم جدا هالقانون بحال تم تطبيقه بلبنان. مشاهدينا الكرام وعم نشوف هون يعني على ما يبدو اصابه محمد حيدر، فايز شمسين عم بيستعد للدخول، فايز شمسين بهاللحظات فايز شمسين عم بيدخل لارضيه الميدان بهاللحظات، على ما يبدو كمان اصابه هلال الحلوه، فايز شمسين عم بيدخل مكان هلال الحلوه بهاللحظات. مشاهدينا الكرام يعني عم نشوف المنتخب الفلسطيني عم بيلعب بدنيا اكثر مركز على البدن، عم نشوف من جديد الكره المنتخب الفلسطيني عم بيناور، المنتخب الفلسطيني بالكرة ممتازة المنتخب الصراع عم بيلعب الكرة من جديد، المنتخب الفلسطيني عم بيحاول الوصول لمرمى مهدي خليل ولكن كل الطرق صعبة الوصول، عم تخرج الكرة لرمي التماس للمنتخب اللبناني. مشاهدينا الكرام مثل ما كنا عم نحكي مشاهدينا الكرام بحال تم تطبيق النظام الاحترافي حيكون جدا امر مهم، على امل وان شاء الله يتطبق ويصير عندنا الدوري المحترفين، يعني ننتقل من مرحلة الهواة الى الاحتراف. علي حمام قائد الأرز بهاللحظات عم بينفذ الرمية، دقيقة 30 مشاهدينا الكرام، التعادل ما زال سيد اللقاء، يعني مشاهدينا الكرام كمان المدرب نور الدين كان مدرب لياقة بدنية بنادي الباريسي بالدرجة الثانية سنة 2004 و2003 ودرب جميع الفئات العمرية بنادي روية مارسي عام 97 لسنة 2003، مدرب خبرة بدنية، يعني كلنا نعرف مشاهدينا الكرام بهالعصر كرة القدم أصبحت تعتمد أكثر على اللياقة البدنية، يعني اللياقة البدنية بعصر كرة القدم الحديث هي أهم شيء لتجهيز فريق أو منتخب، لازم يكون عامل اللياقة البدنية موجود، أهم شيء حاليا هي بعصرنا بهالكرة عالم اللياقة البدنية موجود، ونور الدين علي اللي يعد من أشهر وأبرز المدربين في اللياقة البدنية عم بيقود المنتخب الفلسطيني بلحظات المنتخب اللبناني، ولكن الكرة بسلام على مرمى الفلسطيني، على مرمى المنتخب الفلسطيني عم بتمر. محمد حيدر يلي كان لحظات عم نشوفه على أرضية الميدان عم بيكون بعده بالملعب، كانت الكرة مع حسن محمد اللي كان عم بيحاول المناورة والدخول لمرمى توفيق وتسجيل أول أهداف، يعني مشاهدينا الكرام بهالشوط الأول ما في جوسكر إلا محاولة محمد حيدر يلي كان يسجل منه الهدف، كان هدف رائع حيكون يعني مناسب لهدف حسن معدوق بمرمى غينيا الاستوائية اللي كان رائع بعد مراوغ
المدافعين وسجل بطريقه رائعه. كان اللمس الاخير عند حسن معطوق، يعني نحكي عن حسن معطوق مشاهدينا الكرام يلي كان من اسبوع عم بيسجل هاتريك مع نادي الفجيره وعم بيقود فريقه للفوز 5-2 على نادي الخليج. يعني حسن معطوق دائما متالق. اللي كمان بدنا نحكي عن حسن معطوق يلي بسنه 2011 كان قريب جدا بقول الانتقال الى صفوف نادي مارسي الفرنسي. الكرة من جديد مشاهدينا الكرام لخطأ لصالح المنتخب اللبناني. نشوف أخطاء عم يرتكبها المنتخب الفلسطيني وعم نشوف أول البطاقات بالمباراة. ربيع عطايا مشاهدينا الكرام على تنفيذ الخطأ على امل ان تكون اول هدف المباراة. ربيع عطايا نجم نادي الانصار هداف الدوري اللبناني على تنفيذ الخطأ بهاللحظات على تنفيذ الكرة. ربيع عطايا عم يتقدم، ربيع عطايا عم بيلعب الكرة امامية للمنتخب اللبناني والكرة عم بتمر بسلام على الشباك الفلسطينية، عم بتمر بامان على المنتخب الفلسطيني. رائعة الكرة كانت من ربيع عطايا، قريبة يعني سنتيمترات كانت للتسجيل. أمامنا على الشاشة القائد بعد حسن معطوق. مشاهدينا الكرام الركنية من جديد المنتخب اللبناني عم يلعب الكرة ممكن أول هدف المباراة. رائع 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 التصدي، رائع التصدي من توفيق. ثاني أخطر كرات على مرمى المنتخب الفلسطيني بهاللحظات بتسديدة كانت رائعة عم بيبعدها المدرب الحارس توفيق. يعني تصدي رائع المنتخب اللبناني أكثر خطورة. من جديد محمد حيدر عم يلعب الكرة لحسن محمد، حسن محمد عم يدخل، حسن محمد عم يناور ممكن المرور والكرة لرمي التماس، لرمي التماس للمنتخب اللبناني. المنتخب اللبناني بهاللحظات عم نشوف الكرة أحمد جلول عم بيلعب العرضية والرأسية ممتازة من فايز شمسين يلي كان أن يسجل أول أهداف المباراة. المنتخب اللبناني افضل مشاهدينا الكرام، منتخب لبنان افضل من المنتخب الفلسطيني. رائع رائع الواندو، يا سلام على الكرات، يا سلام على تناول الكرات بين المنتخب اللبناني. مباراه لحد الان 34 دقيقه ممتازه للمنتخب اللبناني، عم بيقدم كره قدم رائعه لحد الان. ثنائيات التناغم بين اللاعبين موجود. عم نشوف محمد حيدر، محمد حيدر اللي عم بيخسر كل الصراعات البدنيه، كل الصراعات البدنيه محمد حيدر عم بيخسرها. من جديد الكره معتز بالله الجنادي، قلب نادي الانصار، قلب الدفاع بنادي الانصار اللي حاليا نادي الانصار مشاهدينا الكرام بترتيب الدوري اللبناني عم بيكون متصدر ب 14 نقطة. نادي الأنصار يلي عم بيقدم مباريات عالي المستوى بآخر المباريات ومباريات الحاسمة. ما قلنا بداية المباراة يلي كانت قمة الأسبوع بين نادي الأنصار ونادي العهد انتهت برباعية للنادي الأخضر. قلنا كمان شفنا انتفاضة نادي السلام صغرتا ببداية الدوري اللبناني، يعني البعض لقبهم بليستر سيتي ولكن في اخر الجولات عم نشوف سلام زغرطة عم بيتعثر واخرها كمان خساره كبيره من نادي الصفا، خساره كبيره من نادي الصفا بسداسيه كان عم يسقط نادي السلام زغرطة. كان اخر مباراه عند عدل مع شباب الساحل بنتيجه 1-1 على ملعب المردشيه. اما نادي النجمه اللي عم بيعيش فتره انتقاليه وسط ايجابيه مع المدرب الكبير جمال الحش اللي عم بيقود الفريق النبيزي. عم نشوف الخطا لصالح المنتخب اللبناني. جول 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 جول، اول اهداف المباراه، اول اهداف الكرات. يا سلام يا سلام فايز شمسين، فايز شمسين عم بيسجل، عم بيهز الشباك الفلسطينيه. رائع 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 يا فايز شمسين، يا سلام على الكره الرائعه ممتازه مشاهدينا الكرام. عم نشوف احمد جلول عم بيلعب الاوفر والرائعه راسيه حديديه من فايز شمسين عم بيهز الشباك الفلسطينيه. هيدي العاده، رائع 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 يا فايز شمسين، يا سلام يا سلام، مرت من الجميع وسقطت بشباك المنتخب الفلسطيني مشاهدينا الكرام. رائعه رائعه، حسن محمد عم بيصنع اول اهداف المباراه، حسن محمد
محمد يلي عم بيأدي مباريات عالية المستوى، يعني رائعة كانت الكرة ممتازة. 1-0 مشاهدينا الكرام لمنتخب الأرز. منتخب لبنان عم بيتقدم بلحظات على منتخب فلسطين برأسية فايز شمسين. يا سلام يا سلام يا فايز. 1-0 إذن مشاهدينا الكرام لصالح منتخب الأرز على منتخب فلسطين. لبنان عم بيتقدم، يعني لبنان يستحق التقدم. مباراة وشوط أول عم بيكون رائع من كل النواحي. لبنان أفضل، لبنان ممتاز، يعني رائع الكرة، رائع الهدف. حسن محمد عم بيصنع الهدف وفايز شمسين عم بيأكد الكلام برأسية حديدية من فايز شمسين لاعب نادي طرابلس. فايز شمسين عم بيسجل أول أهداف المنتخب اللبناني. دقيقة 38 مشاهدينا الكرام، ربيع عطايا. النتيجة 1-0 مشاهدينا الكرام باللحظات. فايز شمسين يلي عم بيسجل أول أهداف المباراة. كانت الكرة رائعة من حسن المحمد، أوفر رائع، ولكن المنتخب الفلسطيني عم بيحاول العودة بالمباراة. يعني مشاهدينا الكرام مانا 39 دقيقة والمنتخب الفلسطيني بولا أي كرة خطيرة على مرمى مهدي خليل، فقط الكرة اللي كانت على خط العمليات وخسرها المهاجم الفلسطيني جاكا كان عم يخسرها، فقط هيدي هي أخطر محاولة كانت لمنتخب فلسطين. أما بباقي المباريات منتخب فلسطين يعني عم نشوف منتخب الفلسطيني غير قادر على صناعة الهجمات، غير قادر على إيجاد الحلول للوصول لمرمى مهدي خليل. منتخب الفلسطيني باللحظات مشاهدينا الكرام. احمد ابو ناهيه هداف المنتخب الفلسطيني عم يلعب الكره ممتازه للمنتخب الفلسطيني باللحظات، رائعه الكره محمود، ولكن الكره عم بتطول، الكره طالت على محمود. المنتخب الفلسطيني باللحظات عم بيحاول العوده والتسجيل، وكره بدون عنوان المنتخب الفلسطيني. هذه الأجواء الرياضية مشاهدينا الكرام على شاشة الـ LBCI والـ LTC. 1-0 للمنتخب اللبناني على منتخب فلسطين برأسية فايز شمسين يلي عم بتهز الشباك بكل حماس، يعني على أمل المنتخب اللبناني يستمر بهالنتائج الإيجابية. يعني مش كان بآخر أربع مباريات منتخب لبنان كان عم ينتصر بمباراة وعم يتعادل بثلاث مباريات، وكان التعادل الأخير أمام غينيا الاستوائية على ملعب المدينة الرياضية، كان تعادل مع غينيا الاستوائية. منتخب لبنان باللحظات مشاهدينا الكرام متقدم على المنتخب الفلسطيني يلي تصنيفه 120، تصنيفه 120 مشاهدينا الكرام، يعني كان أفضل تصنيف للمنتخب الفلسطيني كان عام 2014 بعد محل بالمركز 85. هون عم نشوف امامنا على الشاشه محمود لاعب فلسطيني. اذا مشاهدينا الكرام 5 دقائق على نهايه الشوط الاول، لبنان متقدم بهدف فايز شمسين الرائع برأسية كانت ممتازة جدا. لبنان يستحق التقدم، لبنان عم بيقدم شوط اول ممتاز من كل النواحي. وهنا الكره تمر من المدافع الفلسطيني علي حمام. علي حمام على الكره وربيع عطايا، ونشوف الصراع، عم نشوف الصراع البدني، يعني منتخب فلسطين عم بيلعب بدنيا اكثر، عم نشوف الصراع البدني. ممتازه الكره، ممتازه رائعه من عدنان حيدر، الكره رائعه واصابه ربيع عطايا. يعني مشاهدينا الكرام محمد درويش كان عم بيتعرض لربيع عطايا. هون امامنا مشاهدينا الكرام ربيع عطايا، الخطا لصالح المنتخب اللبناني. ربيع عطايا ربيع عطايا مشاهدينا الكرام اذا على تنفيذ الخطا لمنتخب لبنان. ربيع عطايا، ربيع عم بيلعب الكره، ربيع عم بيلعبها، والدفاع عبد اللطيف البهتاري عم بينقذ الكره وعم بيبعدها بالثواني الاخيره لرمي التماس لصالح المنتخب الفلسطيني. منتخب فلسطين متاخر بنتيجه 1-0، يعني مشاهدينا الكرام منتخب فلسطين ما زال متاخر
اول مشاهدينا الكرام اول بطوله رسميه كان عم يشارك فيها المنتخب الفلسطيني، كانت بطوله كاس العرب. يعني ما كان عم يتاهل مشاهدينا الكرام بعد خسارتين وتعادل مع الاردن، الا التصفيات كانت بمثابه تشجيع وتاهيل منتخب قادر على المنافسه. وكانت الدوره العربيه التاسعه عام 1999 بالاردن، وهيدي الكره خطيره مشاهدينا الكرام مع المنتخب اللبناني الرائع، والدفاع عم ينقذ الكره، المنتخب الفلسطيني عم ينقذ الكره من المرمى. يعني بتمنى عام 1990 الاردن كان حمل العلم الفلسطيني بعد ما حقق اللون البرونزي واحتل المركز الثالث بالبطوله. المنتخبات العربيه كان عم يتفوق عليها الامارات وقطر، وتعادل مع سوريا وليبيا. والكره خطيره محمد حيدر، وخطا لصالح المنتخب اللبناني من جديد. يعني مشاهدينا الكرام منتخب محمد حيدر خطا لصالح المنتخب اللبناني، يعني بمثابة الجيل اللي شارك عام 1999 بالبطولة، يعتبر بفلسطين هو الجيل المثالي كونه الإنجاز الوحيد لمنتخب فلسطين الوحيد حتى عام 2008. ولكن بعد 2008 كنا نعرف الإنجاز التاريخي اللي حققه المنتخب فلسطين بالوصول إلى كأس آسيا 2015 بأستراليا، وبعد ما فاز بكأس التحدي على المنتخب الفلبيني بنتيجة 4-1. كان المنتخب الفلسطيني يعني اكبر انجاز عمله بتاريخ الكره الفلسطينيه هو الوصول الى كاس اسيا، وهذا هو اللي عم يسعى حاليا المنتخب الفلسطيني بالمباريات. والكره رائعه جدا، والتسديده رائعه، كانت ممتازه الكره، حسن المحمد كاد ان يوقع على ثاني الاهداف بتسديده رائعه جدا. حسن المحمد كان ان يسجل هدف رائع جدا. عم نشوف الإعادة، ربيع عطايا عم يلعب الكرة، والدفاع عبد اللطيف البهداري. عم نشوف الكرة، وحسن المحمد كاد أن يسجل هدف رائع جدا. هون الإعادة عم نشوفها مشاهدينا الكرام. كرة القدم يعني مشاهدينا الكرام اللعبة الأولى بالعالمية الأكثر إثارة ومتعة، يعني عالم بدون كرة القدم ما بيساوي شيء صراحة. كرة القدم هي أجمل شيء ممكن موجود حاليا بهالحياة، كرة القدم هي متنفس الشعوب. ياما دول على شأنها واسمها من خلال مباريات كرة القدم، كرة القدم اللي بنشوفها برا وخارج آسيا، من كل شيء مهم بكرة القدم. معتز بالله الجنيدي مشاهدينا الكرام، عدنان حيدر من جديد عم يلعب الكرة لأحمد جلول. هون مشاهدينا الكرام تدخلات قاسية جدا من المنتخب الفلسطيني، ولكن بلحظات المنتخب الفلسطيني عم بيناور، المنتخب الفلسطيني عم بيحاول التسجيل، عم بيحاول العودة بالمباراة. معتز بالله الجنيدي عم يلعب الكرة لحسن محمد، حسن محمد عم بيطلق وصل الميدان، حسن محمد عم ينتظر المساندة، عم بيلعب الكرة. حسن محمد عم يلعب الكرة، هون عم نشوف هون عم بيخسر الكرة في 50 بعد ما مر الكرة لحسن محمد. عم نشوف منتخب لبنان عم بيكون متفوق بوسط الميدان على المنتخب الفلسطيني، يعني منتخب لبنان يحسب لمنتخب لبنان تفوق بخط الوسط دائما اهم شيء باي فريق بالعالم، منتخب كمان خط الوسط. ومشاهدينا الكرام هون عم نشوف الحكم الرابع سامر قاسم عم بيعلن الدقيقة على نهاية الشوط الأول، لبنان 1-0، هدف في الشمسين بعد عرضية من حسن آل محمد. حسن محمد من جديد على الكرة، نجم نادي النجمي. هذه الأجواء من جديد مشاهدينا الكرام، هون لمسة يد حكم الأردني مراد بيعطي خطأ لصالح المنتخب اللبناني. ربيع عطايا على تنفيذ الخطأ، الربيع عم بيلعب الكرة لمعتز، معتز عم بيلعب الكرة من جديد وسط الميدان، جلول عم بيلعب الكرة لنصار، نصار نصار عم بيلعب الكرة لأحمد جلول. ومشاهدينا الكرام بلحظات عم بيعلن الحكم نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب اللبناني على منتخب فلسطين بنتيجة 1-0. بنذكر هدف اللي سجله في الشمسين بطريقة رائعة جدا، بطريقة مثالية بعد عرضية من حسن محمد. مشاهدينا الكرام بريك سريع وبنرجع.
عودة إلى مدينة كميل شمعون الرياضية لنتابع نحن وياكم مجريات الشوط الثاني بين منتخب لبنان لكرة القدم ومنتخب فلسطين. بدي أذكر كل اللي انضموا بهالوقت لشاشة الـ LBCI إلى أنه المنتخب اللبناني بهالمباراة الودية متقدم على منتخب فلسطين بنتيجة 1-0 بمباراة بآخر 15 دقيقة فيهم وديع عبد النور يلي هو مسؤول إعلامي بالمنتخب اللبناني. شفنا ضغط لبناني بآخر ربع ساعة، سيطرة لبنانية ترجم بهدف. بقى كيف تلخصنا هالشوط خاصة انه بعد ما صاب هلال الحلوي اللاعب البديل شمسين هو اللي سجل الهدف؟ بالفعل هو اللاعب البديل في الشمسين هو لاعب مهاجم وكان لاعب اساسي بالمنتخب، مثل ما اليوم هذه مباراة ودية هي اختبارية طبعا لانه بيجرب فيها عناصر وبيجرب فيها خطوط. المال بالنص ساعة الأولى كان في يمكن تقاسم بالفرص وتقاسم بالسيطرة، ما فينا ننكر إنه الفريق الضيف فريق مميز بأدائه وبرجوليته، ولكن عم بيكون عنده أساوي بالأداء على اللاعبين اللبنانيين، وأرض الملعب ما كتير عم بتساعد حتى بشن الهجمات وبخلق الفرص وبالتمرير. شفنا يوم أرضية الملعب ما كانت كتير مناسبة ليقدروا يعملوا كنترول على الكرة، عم نشوف التمريرات العالية، كان المنتخب اللبناني أفضل من المنتخب الفلسطيني. وديع والهدف كمان اجى بضربه راسيه، بضربه راسيه وكانت ضربه راسيه الثانيه لفايز شمسين من بعد طبعا المحاوله الاولى اللي كانت بين يدي الحارس. لكن نحن هلا اكيد المنتخب اللبناني المفروض بالشوط الثاني يحافظ على هذا التقدم ويعززه اذا في. على كل رح جرب ناخذ مقابله من هلال الحلوي اللاعب للاسف يلي تعرض للاصابه وهو من اللاعبين المحترفين بمنتخب لبنان. هلال اول شيء الحمد لله على السلامه، خليني اقول انه انت جاي من المانيا، انت بتلعب مع فريق فولسبورغ بكره القدم بالتشكيله الرديفه واليوم عم تكون دائما موجود مع منتخب لبنان. بقى خبرنا اول شيء عن اصابتك وبالتالي كيف عم تشوف حالك مع منتخب اللبناني. بالاول ما بلعب بقى بفولسبورغ، كانت هذيك اخر سنه، هلا بلعب بالهالشا اف سي اسمه بالثالث درجه بالمانيا. اجري انطعجت وطقت ويعني ما شكلش كثير منيح، صارت يعني ورمت وهيك من الملعب، يعني ما انه كثير منيح الطابه اجت. نعم عم نحكي عن ارضيه الملعب، بتعتقد الملعب ابدا ما هو منيح ابدا، لازم يعملوا شيء هون العالم يزبطوه او شيء، ما فينا تلعب فابولا هيك ملعب وبتتعور، يعني شيء صغير بتتعور عليه. هلال اول شيء سلامتك، ان شاء الله الاصابه تكون طفيفه، كيف عم تشوف منتخب لبنان؟ والله عم نلعب منيح هلا، يعني عم نعمل دوالات منيح، عم نعمل فايتنج بالكروسات كنا كمان قوية، وهلا اخر شيء فايز شمسين سايبه منيح للطابه براسه والحمد لله، اذا بنكفي هيك بنربح اللعبه. كنت عم بحكي مع وديع عم قله انه عم تشوف الطابات العاليه، المنتخب اللبناني افضل بكثير من المنتخب الفلسطيني، واخر ربع ساعه شفنا تفوق وسيطره تقنيه ايضا، مع انه اذا بنشوف اخر نتائج للمنتخب الفلسطيني كان عم يقدم ثبات من مميز جدا. بقى كيف شفت انت، كيف من ناحيتك شفت المباراه؟ مزبوط الفلسطيني قويه، يعني ما تفكروا انه منن كثير ما بيعرفوا يلعبوا، لا قويه عم بيعملوا فايتنج وكل شيء، ونحن شفنا كمان بالفيديو كيف بيلعبوا وهيك، وبس نحن عم نشد ضدهم ومبين يعني انه نحن اشطر منهم هالباللعب اليوم. سلامتك. الله يسلمك. اكيد رح نرجع نحن وياكم مجددا لنتابع مجريات الشوط الثاني مع زميلنا علي حداد. شكرا خالد، تحية رياضية مشاهدينا الكرام من جديد، مشاهدي الـ LBCI والـ LDC وما كنتوا عم تحضرونا انطلاقة الشوط الثاني لحظات، والحكم مراد بيعلن عن بداية الشوط الثاني. بنذكر مشاهدينا الكرام بأنه المنتخب اللبناني متقدم بنتيجة 1-0 بهدف في الشمسين اللي كان عم بيسجله بالدقيقة 37، كان رأسية رائعة لفي الشمسين بعد كروس رائع من حسن المحمد نجم نادي النجمة اللي كان عم بيسجل هدف رائع أمام الاجتماعي من أسابيع بهدف رائع جدا، كان حسن المحمد عم بهز الشباك بهدف رائع رائع. هون عم نشوف أمامنا الجماهير الفلسطينية حاضرة لتشجيع المنتخب الفلسطيني، دخول المنتخب اللبناني بهاللحظات، يعني عم نشوف مشاهدينا الكرام دخول المنتخب الفلسطيني قبل المنتخب اللبناني على أرضية الميدان. يعني الكل عم ينتظر شوط اول مثل ما كان بيقدم المنتخب اللبناني على امل
يسجل الهدف الثاني ونهاية المباراة بطريقة رائعة جدا. تحقيق الانتصار اليوم جدا مهم مشاهدينا الكرام، اليوم بالمواجهة على الرقم 6 بين المنتخب اللبناني والمنتخب الفلسطيني. مشاهدينا الكرام مثل ما قلنا المنتخب الفلسطيني بيتفوق على لبنان، يعني اول مباراة كانت لمنتخب لبنان عام 1940 كانت امام المنتخب الفلسطيني لما كان لبنان عم بيخسر بنتيجة 5-1. وبتاني مباراة انلعبت بين المنتخب الفلسطيني ومنتخب لبنان ببطولة العاب العربية كان منتخب فلسطين عم بيربح بنتيجة 1-0. يعني هول الأهم بداية المباريات مع المنتخب الفلسطيني واللبناني. واليوم المباراة الرقم 6 على ما يبدو متجهة للمنتخب اللبناني. المنتخب الفلسطيني تحت صوت تشجيع ومشجعي المنتخب. هون عم نشوف علي حمام القائد يعني عم بيعطي التعليمات لمنتخب لبنان، يعني ابدا على ارضيه الميدان المباراه منا وديه ابدا بين المنتخبين. هي مباراه صحيح وديه ولكن على الميدان منا وديه ابدا. كنا عم نشوف الصراعات البدنيه والثنائيه بين المنتخبين، شفنا تدخلات عنيفه من المنتخب الفلسطيني على لبنان. يعني مشاهدي الكرام اول مباراه رسميه دوليه كانت عم تلعب بفلسطين كانت ب 28 اكتوبر 2008، لما لعب منتخب فلسطين ومنتخب الاردن وكانت المباراه يعني عم تنتهي بالتعادل. كان منتخب فلسطين عم بيواجه منتخب الاردني على ملعب فيصل الحسيني الدولي بفلسطين، والحكم مشاهدي الكرام عم بيعلن ضربه البدايه للشوط الثاني من المباراه. لبنان 1-0. الكرة نصار بأول الكرات أول الشوط. الكرة نصار كرة مقطوعة على المنتخب الفلسطيني. المنتخب الفلسطيني بأول الكرات. عم نشوف عدنان حيدر عم بيلعب الكرة عدنان حيدر والكرة مع ربيع عطايا. ربيع عطايا عم بيتقدم. ربيع عطايا وسط الميدان. ربيع عم بيلعب لا علي والكرة حسن محمد. عم نشوف الرأسية من حسن محمد أمامنا على الشاشة. يعني على ما يبدو عم نشوف يعني انقطاع التيار الكهربائي ببعض العضوية. الحكم عم يوقف المباراة بهاللحظات. عم نشوف امامنا على الشاشة يعني بالعهد الجديد لبنان بدأت اولى الخطوات بالملاعب الكهرباء. هون عم نشوف الجمهور الفلسطيني عم بيدوي، يعني صارت طريقة شهيرة بمباريات بالهواتف بمنتخب الفلسطيني. جمهور عم بيضوي المدرجات. مهدي خليل أمامنا على الشاشة مشاهدينا الكرام. يعني مش غريب هالأمر بأي ملعب بتحصل انقطاع التيار الكهربائي. يعني وكانت من أشهر بمباراة مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي كان عم بينقطع التيار الكهربائي. هون عم نشوف امامنا على الشاشه جماهير كبيره وعلم الجزائر دائما حاضر مع المنتخب الفلسطيني. يعني مشاهدينا الكرام منتخب فلسطين عم بيضم لاول مره من فتره طويله لاعب من لبنان للمنتخب، هو علاء حبوس اللي معار من التضامن سور للاصلاح البرج الشمالي. لأول مرة من فترة طويلة عم نشوف لاعب فلسطيني من لبنان عم بيلعب لصفوف المنتخب، هو علاء حبوس. علاء حبوس نشوف أمامنا على الشاشة. على ما يبدو هناك المشكلة بعد انقطاع التيار الكهربائي، يعني على غرار المشاكل اللي عم بيعاني منها الدوري اللبناني بالتحكيم مشاهدينا الكرام. يعني باخر المباريات عم نشوف الضجه الكبيره على الحكام، يعني عم يرتكبوا اخطاء قاتله جدا. يعني عم تحسم مباريات والكل شاف صرخه القائد رضا عنتر بعد على صرخه رضا عنتر. وهون عم نشوف امامنا الامر مباشره. هيدي يعني مشاهدي الكرام كاميرات ال بي سي اي عالية الجودة إلى أبعد مدى. هون عم نشوف الدقة رائعة رائعة جدا. الصورة أمامنا رائعة جدا. عم نشوف التقنيات الرائعة
الجودة العالية اللي موجودة عن قناة الـ LBCI. مثل ما كنا عم نحكي مشاهدينا الكرام عن مشكلة التحكيم بعد ما أطلق رضا عنتر قائد منتخب لبنان سابقا الصرخة، يعني من أيام قليلة مشاهدينا الكرام لجنة التحكيم اليونانية كانت عم بتقدم استقالتها بعد تلقي تهديد من مجهولين أوقفوا جميع المباريات، جميع البطولات تم توقيفها باليونان، ومن أيام قليلة تم حرق منزل رئيس لجنة التحكيم باليونان وتم تعليق جميع المسابقات الكروية باليونان. يعني ما زلنا بلبنان بألف خير بعد ما تعدوا على الحكم، فقط وصلت التعدي على الحكم في مباراة الاجتماعي باليونان، تم حرق منزل رئيس لجنة التحكيم، يعني تم حرقه بالكامل. كانت الصحف الأوروبية عم بتدش بها الخبر، وخصوصا بعد ما تلقوا هاتف من مجهولين قبل أسابيع، ومن أيام كان عم يحترق منزل رئيس لجنة التحكيم اليونانية. يعني مشكلة التحكيم بكل البلدان موجودة، الكل عم بيعانوا من الحكام، ولكن بلبنان زائدة نوعا ما. يعني لما نحكي مشاهدينا الكرام عن فيه شمسين يلي هلا مشاهدينا الكرام، يعني الوقت بيكون واقف حاليا، يعني لحتى عودة المباراة وعودة التيار الكهربائي. يعني مثل عم نشوف مشاهدينا الكرام عم نشوف هون الهدف، حسن المحمد عم بيلعب الكروس، وفي شمسين كيف عم بيقتنص الكرة بطريقة رائعة. بنذكر مشاهدينا الكرام بانه في شمسين عم بيسجل ثالث هدف له مع المنتخب اللبناني. هيدي هي الإعادة عم نشوفها، يا سلام على الرأسية، رائع في شمسين. يعني تقدم الحارس عم نشوفه، خروج خاطئ من الحارس، نجم نادي النجمي حسن المحمد عم بيلعب الكرة لنجم نادي طرابلس اللي كان عم بيتعادل من ايام مع نادي النجمه على ملعب المدينه الرياضيه. هون الهدف من زاويه اخرى، يعني اول هدف كان عم بيسجله، في الشمسين كان امام اليمن لما ربح منتخب لبنان 2-1، وثاني اهداف في الشمسين مع المنتخب لما سجل ضد لاوس، انتهت النتيجه ب 7-0. وكمان مشاهدي الكرام هلا الهدف الثالث امام فلسطين، وهون عم نشوف الحكم ما يفقد اللياقه، الحكم بيجري عمليه تسخين لارضيه الميدان. المباراة رقم 11 لفي الشمسين مع المنتخب اللبناني، من 11 مباراة في الشمسين عم بينجح بالتسجيل بثلاث اهداف، ثلاث اهداف من 11 مباراة. الجمهور الفلسطيني عم بيشعل المدرجات بعد التوقف وانقطاع التيار الكهربائي. كأس آسيا المقبل مشاهدينا الكرام اللي شهد تغيير كبير، راح يكون في 24 منتخب بدل من 16 منتخب، يعني مثل ما كل عم نشوف تغييرات، 24 منتخب حيشاركوا بدل من 16 منتخب. الفلسطيني متحمس على الاخير، يعني نشوف لافته ترحب بمنتخب الفدائي على ارض لبنان الحبيب. جمهور فلسطين الكبير، منتخب لبنان بعد هالمباراه حيواجه المنتخب الاردني بعد 5 ايام. منتخب لبنان حيواجه المنتخب الأردني، وهنا على ما يبدو عم نشوف الأضوية، عم نشوف عودة التيار على ما يبدو. يعني مشاركات المنتخب الفلسطيني بتصفيات كأس عالم لروسيا 2018 كانت جدا مهمة، مثل ما قلنا كان عم بيخسر أمام السعودية بالوقت القاتل بالدقيقة 94 بهدف السهلاوي، كان عم بيتعادل، يعني عم بيتعادل مشاهدينا الكرام، كان عم بيتعادل مع السعودية بالذهاب،
0-0 وتعادل كمان مع الإمارات 0-0 ولكن بالإياب كان عم يخسر 2-0 المنتخب الفلسطيني. المنتخب الفلسطيني كان عم بيربح على ماليزيا بنتيجة 6-0 كان عم يربح على تيمور الشرقية كمان بنتيجة 7-0 ولكن بالمباريات الحاسمة كان عم بيخسر المنتخب الفلسطيني. بآخر مبارياته الودية اللي لعب أمام طاجكستان كانت آخر مباراة عم تلعب المنتخب الفلسطيني كان عم بيتعادل 3-3 وبالمباراة كمان مع طاجكستان لعب مباريتين أمام طاجكستان كانوا عم بيلعبوا وتعادلوا فيها 1-1. المنتخب الفلسطيني حيواجه بعد منتخب مباراة لبنان حيواجه منتخب رديف المغرب بعد هيدي المباراة المنتخب الفلسطيني رح يواجه رديف المغرب. يعني كانت نتائج جدا ممتازة للمنتخب فينا نقول بالتصفيات. يعني كل من نذكر اسم المدرب الفلسطيني اللي كان عم بيبرز بالسنوات الأخيرة لبنان وهو إسماعيل كورتان مدرب الأخاء أهلي علي. ومشاهدينا الكرام من هون عم نشوف عودة المباراة بلحظات بعد عودة الأضواء. يعني نوعا ما فينا نقول يعني مثل ما كنا عم نذكر من أشهر المدربين الفلسطينيين بلبنان مدرب الأخاء أهلي علي إسماعيل كورتام يلي وصل مع نادي طرابلس لبطولة كأس لبنان خسر أول مرة أمام السلام زغرتا بموسم 2014 ومن ثم بعد على الموسم التالي كان عم بيحقق اللقب أمام نادي النجم العملاق. يعني كنا نذكر مباراة الشهيرة طرابلس ونجمي على ملعب صيدا لما حقق نادي طرابلس بقيادة المدرب الفلسطيني إسماعيل كورتام لقب كأس لبنان. يعني هيدي هي الأجواء. يعني منتخب فلسطين هناك عديد والكبار من اللاعبين مدربين. يعني فترة انطلق ما يسمى بمنتخب فلسطين الشتات يعني بالدعم من خلال رجل أعمال فلسطيني بيعيش بأوروبا وبإدارة الأسطورة يعني ملقب بأسطورة بفلسطين جمال الخطيب اللي كان يعد من أبرز اللاعبين اللي مروا بتاريخ الدوري اللبناني. يعني في كثير لاعبين فلسطينيين من جديد. المنتخب الفلسطيني عم بيحاول بالعزات العودة بالمباراة مشاهدينا الكرام. ممتازة الكرة محمد صالح عم بيلعب الكرة لعبد اللطيف البهداري عم بيمرر الكرة من جديد. المنتخب الفلسطيني عم بيحاول العودة بالمباراة والصراع البدني الكبير مع الكبار. يعني معتز بالله الجنيدي عم بيقطع الكرة بطريقة رائعة جدا. وهون حسن محمد عم نشوفه عم بيلعب بالدور الدفاعي حسن محمد. ركنية مشاهدينا الكرام إذن أول ركنيات المنتخب الفلسطيني على منتخب لبنان. أول ركنيات لصالح المنتخب الفلسطيني باللحظات. المنتخب الفلسطيني على التنفيذ عم نشوف الكرة. منتخب فلسطيني ممكن العودة بالمباراة والكرة عم بتمر بسلام على مرمى المنتخب اللبناني. ركنية المنتخب الفلسطيني مرت بسلام وأمان على مهدي خليل على الشباك اللبنانية. جماهير المنتخب الفلسطيني ما زالت عم تدعم المنتخب. جمهور الكبير اللي حاضر بلبنان. يعني نرجع نذكر مشاهدينا الكرام على الأمر السلبي هو عدم حضور جماهير المنتخب اللبناني يلي منطالب كل لبناني خلال التصفيات لازم يكون موجود على المدرجات بشهر أزار. وهالكرة خطيرة ممتازة. الكرة ممكن أولا رائعة كانت الكرة. حسن محمد كان عم يلعب تاني أهداف المباراة ولكن الدفاع عم بيقطع الكرة بآخر اللحظات. يعني جمهور اللبناني مطالب بالحضور بتصفيات يلي حتبدأ بشهر أزار. مطالب الجمهور اللبناني بالنزول إلى الملعب لتشجيع منتخب الأرز لتحقيق الحلم والوصول إلى كأس آسيا 2019. من جديد المنتخب الفلسطيني. المنتخب عبد الله جابر عم يقدم. عبد الله جابر عم بيلعب الكروس ولكن يعني عم نشوف الكرة صالح المنتخب الفلسطيني. الركنية ثاني ركنيات المنتخب الفلسطيني بهالمباراة. عم نشوف منتخب فلسطين عم بيضغط لتسجيل هدف التعادل. عبد الله جابر على تنفيذ الركنية بهاللحظات.
دقيقة 50 مشاهدينا الكرام، والكرة من جديد بنشوفها، والكرة عم بتمر بسلام الرأسية مرة أخرى، عم بتمر بأمان على مرمى المنتخب اللبناني، عم بتمر مشاهدينا الكرام. نصار نصار عم بيلعب الكرة لحسن محمد، يعني شوفوا وين حسن محمد عم بيلعب. نصار 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 عم بيلعب الكرة، يعني الكرة كانت بدون عنوان من نصار نصار. رمي التماس مشاهدينا المنتخب الفلسطيني، عم بيلعب الكرة سريعا. نصار نصار من رجليل عن منتخب لبنان لرمي التماس. المنتخب اللبناني مشاهدينا الكرام بنذكر متقدم بالنتيجه 1-0، هدف في الشمسين الراسي الرائع. وهون الصراع وسط الميدان، عم نشوف محمد حيدر، محمد حيدر على الكره، عم بيلعب الكره بطريقه رائعه ولكن ما اكتملت الكره. هون احتجاج المدرب الجزائري، عم نشوف معركة محتدمة وسط الميدان، المعركة شرسة جدا في وسط ملعب المنتخب اللبناني والمنتخب الفلسطيني. عم نشوف جلول عم يلعب الكرة رائعة، وانتم ممتازة يا سلام محمد حيدر، وعدنان حيدر عم يلعب الكرة لربيع عطايا، ربيع عطايا نجم نادي الأنصار هداف الدوري اللبناني، عم بيتقدم ربيع بالعصات، ربيع عم بيخسر الكرة، ولكن التغطية الدفاعية ممتازة، التغطية وسط الميدان رائعة. جلول يعني مشاهدينا الكرام كنا عم بيتكلم هلال حلوه، مثل ما قال سوء ارضيه الميدان عم بيعانوا منها اللعيبه ابدا، يعني تعرض لاصابه بسبب سوء الملعب، ارضيه الملعب غير جيده ابدا، تعرض هلال الحلوه لاصابه. بنشوف حسن محمد يعني بعده عم بيلعب الدور ادوار دفاعيه، يعني على امل الاستمرار بالهجوم. عم نشوف الكره مشي ربيع عطايا، ربيع عطايا عم يتقدم، ربيع عطايا عم يتقدم، ربيع يا سلام، ولكن الحكم عم بيعطي افضليه اللعب من جديد. الكره منتخب فلسطين عم بيحاول العوده بالمباراه باي ثمن، المنتخب الفلسطيني عم بيحاول العوده لتعديل النتيجه. حسن محمد عم بيلعب الكره لنصار نصار 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 لاحمد جلول، جلول عم بيلعب الكره حسن محمد، المنتخب اللبناني على ما يبدو كما بدأ الشوط الأول عم بيلعب نفس الخطة نفس الاستراتيجية لاستغلال ثغرة بدفاع المنتخب الفلسطيني. من جديد الكرة علي حمام لاعب نادي زوب أهان الإيراني، محمد حيدر، محمد حيدر عم بيقدم، محمد حيدر عم بيراوغ، ممتاز محمد حيدر عم بيلعب الكرة، عم بيلعب الكرة ربيع عطايا، ربيع عطايا من جديد لفي الشمسين مسجل الهدف الأول، ربيع عطايا، ربيع عم بيمر، ربيع عم بيلعب الكرة في الشمسين للمنتخب اللبناني، منتخب لبنان ما زال عم بيستحوذ على الكرة وأمام المدرب الجزائري نور الدين ولد علي يلي كان مدرب لياقة البدنية بالمنتخب الفلسطيني، حاليا هو المدرب الأول للمنتخب الفلسطيني، من أشهر المدربين باللياقة البدنية. ربيع على الكرة، ربيع عطايا من جديد، منتخب لبنان عم بيستحوذ على الكرة، الكرة مقطوعة والحكم، منتخب الفلسطيني بالعزات، ممكن الكرة، ممكن الكرة، منتخب فلسطين عم بيحاول مشيدنا كرام بالعزات، تامر تامر عم بيلعب الكرة ولكن عم بيخسر بهاللحظات. خط دفاعي ممتاز منتخب لبنان عم بيكون بهالمباراة، يعني مدافع نادي العهد ومدافع نادي الأنصار عم بيكمروا كونوا ثنائي حديدي بالتغطية الدفاعية. نور منصور ومعتز بالله الجنيدي، عدنان حيدر أمامنا على الشاشة، الكرة من جديد مشاهدينا الكرام، المنتخب اللبناني بالعزات، فايز فايز عم تقدم، فايز ربيع عطايا، ربيع عطايا عم بيربع خطأ، ربيع عطايا عم بيربع خطأ بالأماكن يلي بيحبها ربيع عطايا، بالأماكن يلي بيحبها ربيع عطايا عم بيكسب خطأ، وكلنا بنذكر هدف ربيع عطايا بنادي التضامن سور. عم نشوف الإعادة هون، عم نشوف يعني التدخلات البدنية اللي عم بيلعب فيها المنتخب الفلسطيني، يعني كل هلا حاليا دعوات جمهور نادي الأنصار بعدم إصابة نادي ربيع عطايا، بعدم إصابته لربيع، وعلى هون دخول طائم الطب للمباراة.
يعني جماهير الأنصار اللي عم تمنى عدم إصابة ربيع عطايا. كل السلامات للنجم ربيع عطايا يلي بنرجع وبنقول مشاهدينا الكرام هداف الدوري اللبناني بست أهداف. عم تشوف رادلوفيتش عم بيعطي التعليمات وهون على ما يبدو نظرات المدرب الجزائري غير راضي أبدا على النتيجة. يعني مشاهدينا الكرام بعد آخر مباراة كان عم بيربح فيها المنتخب الفلسطيني كانت من أشهر أمام منتخب الجزائر بنتيجة 1-0 أمام 57 ألف متفرج، يعني بحالة تعثر بهالمباراة المنتخب الفلسطيني. ثالث مباراة ما بيحقق فيها المنتخب الفلسطيني الانتصار. بنذكر بعد ما لعب مع طاجيكستان وتعادل 3-3 ومرة أخرى مع طاجيكستان وتعادل 1-1، اليوم مع المنتخب اللبناني مهزوم لحتى الآن مشاهدينا الكرام ب 1-0 بهدف وقعه فيه شمسين. رادلوفيتش ما زال عم بيعطي التعليمات. خطأ لصالح المنتخب اللبناني مشاهدينا الكرام. كلنا بنتذكر هدف الشهير اللي سجله ربيع عطايا بمرمى نادي التضامن سوريا اللي كان من خطأ كان رائع. محمد حيدر على ما يبدو على تنفيذ الكرة. محمد حيدر عم بيلعب الكرة، محمد حيدر على الشباك ولكن بجدار، في الجدار الدفاعي مشاهدينا الكرام، في الجدار الدفاعي. هون إصابة لاعب المنتخب الفلسطيني. يعني كل السلامات مشاهدينا الكرام لمحمد درويش اللي عم يتعرض لإصابة بهاللحظات. يعني بعد علاء حبوسي اللي تم استدعائه للمنتخب الفلسطيني من لبنان كان عم بيمثل منتخب فلسطين من لبنان حاليا، كان ابراهيم السويدان كان عم بيمثل كمان المنتخب الفلسطيني، كان من ثلاث مواسم تقريبا ابراهيم السويدان كان مع المنتخب الفلسطيني. اليوم علاء حبوسي اللي بيلعب مع الاصلاح برج الشمالي عم بيكون موجود مع المنتخب الفلسطيني. مهدي خليل حارس نادي الصفا، نشوف نادي الصفا بدأ العودة إلى السكة السليمة اللي برصيده 13 نقطة، مركز ثالث بالدوري اللبناني، عدد النقاط مع نادي السلام صغرت 13-13. المنتخب ربيع، ربيع على الكرة، ربيع عم بيلعب الكرة لعلي حمام، علي حمام بيلعب الكرة ربيع مرة أخرى، ربيع عم بيلعبوا بالمساحات الضيقة منتخب لبنان والكرة كانت تمر لصالح. اوه انا عم شوف عم يفوت توازن، يعني سوء الارض عم نشوف ميدان عدنان حيدر بالمرتده، هجمه مرتده لمنتخب لبنان مشاهدينا الكرام. الكره وهون الصراع، عم نشوف المعركه البدنيه، ما زالت الكره منتخب لبنان عم بيحاول هجم، منتخب لبنان عم بينور، المنتخب اللبناني يا سلام رائع رائع رائع، مار 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 عم يلعب الكره، ممكن تشوف هدف المباراه. وحسن محمد، حسن محمد برأسيه رائعه، برأسيه كاد ان يسجل ثاني اهداف المباراه، ولكن الكره عم بتمر بامان، مرت بجوار المرمى. هون عم نشوف الكره محمد حيدر، يعني يعطينا المخرج الاعاده كيف كان محمد حيدر عم بينطلق، عم نشوف الاعاده، عم نشوف الكره رائعه جدا من فايز شمسين يلي كان عم بيرد الكره لحسن محمد لتسجيل هدف، يعني كان يرد الدين حسن ال محمد. فايز شمسين يلي كان عم بيلعب كره رائعه. كل السلامات للاعب منتخب فلسطين، يعني كنا نشوف ثاني اهداف المباراه. منتخب لبنان عم بيقدم مباراه ممتازه اليوم، مباراه ممتازه اليوم، يعني مع غياب قائد المنتخب غياب حسن معتوق اداء رائع جدا اليوم عم بيقدمه المنتخب اللبناني. وهون على ما يبدو اصابه عم نحكي مشاهدينا ابراهيم السويدان يلي كان بعد قبل علاء حبوس عم بيستدعى على المنتخب الفلسطيني، اليوم علاء هو عم بيلعب ويكون مسجل اليوم حاضر بتشكيله المنتخب الفلسطيني. يعني مثل ما قلنا من اشهر المدربين الفلسطينيين بلبنان هو اسماعيل قطامي اللي حقق كاس لبنان على حساب نادي النجمه. كان في هناك يعني بلبنان كمان منتخب يلي يسمى بمنتخب الشتات يلي عم ينطلق بكل البلاد، اللي حاليا باداره هون الاعاده عم نشوف الراسيه من حسن معتوق، الراسيه من حسن المحمد اللي كان عم بيلعب الكره بشكل رائع. مثل ما كنا عم نحكي مشاهدينا الكرام على منتخب الشتات اللي هلا حاليا كمان هو باداره
الأسطورة جمال الخطيب يلي يعد من أشهر اللاعبين اللي كان ضم المنتخب، كافة اللاعبين الفلسطينيين المحترفين بالدوري اللبناني. محمود عيد يعني اللاعب المحترف لصفوف المنتخب الفلسطيني اللي بيلعب مع نادي الكمار السويدي، يعني كان في هناك اخبار كان فيها محمود عيد تقارير الصحفيه المصريه بانه اصبح قريب جدا من انتقال لنادي الاهلي، ولكن كان محمود عيد عم ينفي هالخبر، عم بياكد بقائه مع نادي الكمار السويدي. رادوفيتش الشاشة المدرب المونتينيغري مدرب منتخب الأرز، إصابة خفيفة لاعب المنتخب الفلسطيني. كمان من أبرز الأسماء اللي مثلت منتخب فلسطين من اللاجئين بلبنان كان رامي الحسن لاعب الحسن لاعب نادي الرياضة والأدب والسلام صغرتا، كمان اللي كان عم يضم للمنتخب الفلسطيني بقيادة المدرب عزمي نصار سنة 1999 و2000. وهناك تبديل مشاهدينا الكرام، تبديل بهاللحظات عم يدخل محمد يمين، محمد يمين مكان سامح مراعب، يعني مسير مشاهدينا الكرام. محمد حيدر عم يطلق بهاللحظات، محمد حيدر عم بيلعب الكرة، محمد حيدر ممتاز عم بيلعب الكرة بطريقة رائعة، حسن لمحمد ممكن كان الهدف الثاني، ولكن الكرة من حسن لمحمد رائعة بعد كرة من محمد حيدر. الأجواء بملعب المدينة الرياضية رائعة لحد الآن، منتخب لبنان ما زال متقدم بالنتيجة. الأجواء يعني النتيجة ما زالت 1-0، دقيقة 62، المنتخب اللبناني متقدم على المنتخب الفلسطيني. خطأ بهاللحظات، حسن لمحمد عم يلعب الكرة، حسن لمحمد والكرة عم بتمر على الدفاع الفلسطيني بدون أي خطورة. هذه الأجواء ممتازة بملعب المدينة الرياضية، منتخب لبنان بلعب الكرة لعبد اللطيف البهداري، ولأن من أبرز اللاعبين بالمنتخب الفلسطيني. هدوء بالمباراة في منتخب لبنان، يعني في هدوء كان بعد اللحظات. الصراع من جديد وسط الميدان، المدرب الجزائري بعده عم يعطي التعليمات لمنتخب فلسطين، عم نشوف الكرات، حسن لمحمد، حسن لمحمد عم بيحاول انطلاع، حسن لمحمد عم بيلعب الكرة لمحمد حيدر، عم بيخسر الكرة من جديد، المنتخب الفلسطيني عم بيحاول العودة بنتيجة، محمود، محمود عم بيلعب الكرة، ولكن الحكم بيرفع الراي بهاللحظات، عم يرى التسلل. تبديل مشاهدينا الكرام بهاللحظات، اسلام البطران مواليد ال 95 عم بيستعد لدخول مكان احمد ابو ناهيه يلي عم بيقدم اليوم مباراه يعني فينا نقول سيئه نوعا ما، هو يعد هداف المنتخب كان بالتصفيات، عم بيقدم اليوم مباراه سيئه. اسلام البطران عم بيدخل بهاللحظات مشاهدينا الكرام، عم بيدخل مكان محمود ابو ناهيه. اسلام البطراني اللي بيلعب مع نادي وادي دجلة المصري، ربيع عطايا عم بيلعب الكرة لكن عم تمر بسلام. وهي
أجواء رائعة، الأجواء ممتازة. ما زالت الكرة، المنتخب الفلسطيني عم بيحاول العودة بالنتيجة، ولكن على ما يبدو هون نشوف توترت الأجواء بهاللحظات. تدخل المنتخب الفلسطيني عم بيلعب بتدخلات بدنية قاسية جدا. كل السلامات، يعني سوء الميدان، أرضية الملعب، سوء أرضية الملعب عم بيأثر جدا على اللاعبين. لازم يكون حل لأرضية ملعب المدينة الرياضية. شفنا هلال حلوة تعرض لإصابة بسبب الأرضية. نصار نصار أمامنا على الشاشة. رمي التماس لصالح المنتخب الفلسطيني، محمد صالح على تنفيذ الكرة. محمد صالح على تنفيذ الكرة، المنتخب الفلسطيني مطالب بالتسجيل، مطالب بالعودة بالمباراة. عدنان حيدر، عدنان حيدر عم بيلعب الكرة رائعة، عدنان حيدر عم بيلعب بالنار، كان على خط عمليات المنتخب اللبناني، عم بيمر الكرة نصار، نصار نصار عم بيحاول الانطلاق، عم بيلعب الكرة من جديد لمعتز، معتز عم بيبعد الخطورة لأحمد جلول. عدنان حيدر، محمد أبو صلاح لاعب المنتخب الفلسطيني. هون الكرة رائعة، هالكرة بالعزات لها عمل توصل لربيع، ولكن الكرة طالت على ربيع عطايا. نصار نصار عم يكسر الصراع بالعزات، نصار وعم يحاول تخطط من كوتشوبا، وهدف مباراة المنتخب الفلسطيني. الكرة خطيرة للمنتخب الفلسطيني، ولكن الكرة ما زلت مع المنتخب، عم بيحاول المنتخب الفلسطيني عم بيلعب العرضية، ولكن بأحضان مهدي خليل الكرة، يعني أول خطورة المنتخب الفلسطيني، أول الكرات الخطيرة على مرمى المنتخب اللبناني، أول الكرات الخطيرة على مرمى مهدي خليل كانت بها الدقائق. على امل منتخب لبنان يسجل ثاني اهداف في المباراه. علي حمام قائد منتخب الارز من جديد عم يلعب الكره. شوف المراوغه الرائعه من ربيع عطايا. ربيع من جديد، ربيع عم يلعب الكره لنصار، نصار نصار عم يلعب الكره، نصار عم يراوغ، نصار ممتاز. ما زالت الكره ممكن حتى اهداف المباراه. حسن عوده عم يلعب الكره، محمد حيدر عم بيلعب الكروس، والرأسية مشاهدينا الكرام من في الشمسين. يعني يبدو كان يسجل الهدف الثاني، ولكن الرأسية ما اكتملت بنجاح. محمد صالح، عم نشوف عرضية محمد حيدر ورأسية فايز شمسين. المنتخب اللبناني ما زال أفضل من المنتخب الفلسطيني. محمد صالح على رمي التماس، المنتخب اللبناني عم بدافع جيدا بالمباراة. خط دفاع المنتخب اليوم ممتاز ومتألق، خط الدفاع الرأسية، وتدخل من جديد الحكم الأردني، الحكم مراد، حكم خطأ لصالح المنتخب اللبناني. معتز على الكرة، معتز على تنفيذ الخطأ. معتز بالله الجنادي مدافع نادي الأنصار بيلعب الكرة، طالب حسن علي محمد، تخرج رمي التماس لصالح المنتخب الفلسطيني. أجواء المباراة دقيقة 70 مشاهدينا الكرام، 20 دقيقة على نهاية المباراة. حسن محمد اليوم يعني بشوط ثاني عم نشوفه بيلعب بدور دفاعي، بيلعب بدور دفاعي حسن محمد،
بالشوط الثاني. عماد صالح مرة أخرى على الكرة، صراع على الكرة، يعني عم نشوف منتخب لبنان أخطر الفرص كانت من لحظات عرضية محمد حيدر لفي الشمسين اللي كان حيسجل الهدف الثاني بالمباراة. هدوء منتخب لبنان، المنتخب الفلسطيني عم بيسدد، المنتخب الفلسطيني تسديدة رائعة، تسديدة رائعة مشاهدينا الكرام، رائعة رائعة كانت التسديدة صاروخية، ولكن بالمرصاد مهدي خليل عم نشوف الكرة، هيدا الحارس العملاق مهدي خليل حارس نادي الصفا عم بيصد الكرة ركنية للمنتخب الفلسطيني بالعزاد. منتخب فلسطين عم بيحاول العودة بالمباراة بأي طريقة، منتخب فلسطين عم بيلعب الركنية والكرة بأمان مع المنتخب اللبناني. ربيع عطايا، ربيع عطايا بصراعه مع جاك حبيشة، جاك عم بيلعب الكرة، منتخب الفلسطيني عم بيحاول المرور، وهون سوء التفاهم بين اللاعب جاكا. عم نشوف التسديدة الصاروخية على مرمى مهدي خليل، تسديدة صاروخية، ولكن مهدي خليل بالمرصاد حاضر دائما، عم بيصد هالكرة الصاروخية. يعني التسديدة كانت رائعة، أخطر الكرات على المنتخب اللبناني بهالشوط الثاني كانت التسديدة، محمد درويش كان يسجل هدف رائع جدا وهدف عالمي لو دخلت الكرة الشباك. من الصراع والمنتخب اللبناني عم يضغط، المنتخب اللبناني مشاهدينا الكرام وضغط على علاء ابو صالح اللي عم بيبعد الكرة بهاللحظات، المنتخب الفلسطيني مشاهدينا الكرام افضل من الشوط الاول، هجوميا افضل من الشوط الاول، الكرة طالت للمنتخب الفلسطيني ممكن تعادل، ولكن الكرة الكرة المنتخب الفلسطيني ما زال افضل، جاك حبيشة عم يلعب الكرة من جديد لوراء، الكرة والدفاع منتخب لبنان حاضر، دفاع المنتخب لبنان حاضر، عم بيلعب الكرة، عم تشوف تدخل من جديد، عم تشوف محمد حيدر، محمد حيدر عم يطلع، عم بيلعب الكرة مشاهدينا الكرام لفي الشمسين، والكرة طالت على في الشمسين للحارس توفيق. قطع الكرة كان رائع. رمي التماس من جديد للمنتخب الفلسطيني. مشاهدينا الكرام تبديل لمنتخب لبنان، اول تبديل، ثاني تبديل بالمباراه، ادمون شحاده، ادمون شحاده عم يستعد للدخول والمشاركه الاولى مع المنتخب اللبناني مكان حسن المحمد. ادمون شحاده نجم نادي السلام صغرتا عم بيستعد للدخول مكان نجم نادي النجمه حسن المحمد. الحكم الرابع سامر ابو قاسم، هون حسن المحمد ما عم بيدخل، ادمون شحاده كان ادمون عم بتصريح كان بيقول نادي سلام صغرتا بده يحاول قصه نادي ليستر سيتي بعد ما حقق دوري الانجليزي الموسم الماضي، الكل بيتذكر كيف ليستر سيتي كان عم بيحقق المعجزه في البريمير ليج. رادولوفيتش عم نشوف زنتحان، مشاهدينا الكرام زنتحان عم بيستعد كمان للدخول منتخب لبنان باخر تبديل بالمباراه للمنتخب اللبناني. هل يكون اخر تبديل يعني للمنتخب اللبناني؟ زنتحان عم يستعد للدخول مشاهدينا الكرام بهاللحظات، ظهير نادي الصفا. ظهير نادي الصفا زنتحان عم يستعد للدخول، عم بيدخل مكان ربيع عطايا، زنتحان مكان ربيع عطايا. عدنان حيدر من جديد، عدنان حيدر على الكرة، عدنان عم يتقدم، عدنان عم يلعب الكرة، عدنان لعلي حمام الكرة مع زنتحان عم يلعب العرضية، زنتحان والكرة كانت ممتازة لو اكتملت الكرة، منتخب لبنان كان يسجل الهدف الثاني. محمد حيدر عم بيخلص الكرة بطريقة رائعة لإدمون، ولكن إدمون عم بيخسر كرته بأول كرة
عماد حيدر عم بيضغط على المرمى، حارس المرمى توفيق. الكره لرمي التماس للمنتخب اللبناني. مشاهدينا الكرام 15 دقيقه على نهايه الوقت الاصلي للمباراه، منتخب لبنان ما زال متقدم بالنتيجه بهدف في الشمسين بالدقيقه 37 من عمر الشوط الاول. صار نصار في الشمسين على الكره، عم نشوف صراع البدني مع عبد الله لطيف البهداري، صراع بدني كبير. نصار نصار على الكره، نصار المنتخب اللبناني بيحاول تسجيل الهدف الثاني بالمباراه. مجلول بيلعب الكره، نصار نصار المنتخب اللبناني مستحوذ اكثر على الكره اكثر من المنتخب الفلسطيني. نور منصور مدافع نادي العهد بيلعب كره خاطئه كانت ولكن لصالح المنتخب اللبناني. نور منصور من جديد على الكره، الصراع عم نشوف محمد حيدر، يعني مشاهدينا الكرام محمد حيدر محمد حيدر لعب هون مشاهدينا الكرام كرة وهون كرت أصفر، كرت أصفر لمحمد حيدر. محمد حيدر عم يتلقى البطاقة الصفراء مشاهدينا الكرام. يعني ارقام محمد حيدر مشاهدينا الكرام، اغلى لاعب بالدوري اللبناني مع نادي العهد ب 12 مباراه. محمد حيدر عم بيسجل هدف واحد بدون اي اسيست مع نادي العهد، اغلى صفقه بالدوري اللبناني مشاهدينا الكرام للنجم محمد حيدر. كره مجيده للمنتخب الفلسطيني، عم بيحاول بالعظات، عم بينطلق عبد الله جابر ولكن علي حمام بالمرصاد. 12 مباراة هني بكأس النخبة وكأس الاتحاد والدوري كان عم بيسجل فقط هدف واحد، صفر اسيست بدون اي اسيست للنجم محمد حيدر. جمهور العهد على امل بيتمنوا انه يتأقلم اكثر محمد حيدر مع الفريق للظهور مثل ما كان عم بيظهر مع نادي الصفا اللي كان العلامة الفارقة لما صفى لقب الدوري، كان محمد حيدر نجم الفريق. الكرة مجددا مشاهدينا الكرام، وهون الكرة ممتازة اياد عبد اللطيف البهداري اشهر المدافعين، يلعب نادي طلائع الجيش المصري بالدوري المصري. عم نشوف نصار نصار، وهون الكرة عم بتمر ممتازة، المرور ممتاز، المرور من تامر كان رائع، المرور من تامر ولكن الكرة ما اكتملت مع تامر. الأجواء ما زال الجمهور الفلسطيني عم بيشجع وعم بيدعم المنتخب الفلسطيني لتسجيل هدف تعادل. نشوف منتخب لبنان بفترات عم بيفقد معركة الوسط، نشوف المنتخب الفلسطيني عم بيعتمد سلاح التسديد. نشوف مباراة منتخب لبنان عم بيقدم منتخب لبنان ماتش بدفاع حديدي جدا، يعني المنتخب الفلسطيني اي غير قادر على الوصول للمرمى، عم بيستعمل سلاح التسديد من خارج منطقة العمليات لإصابة مرمى مهدي خليل. وكنا عم نشوف بلحظات التسديد الصاروخية اللي كان محمد درويش عم بيسجلها على مرمى مهدي خليل ولكن الإصابة سجلها بمهدي مش بالشباك. وهون تبديل مشاهدينا الكرام، تبديل للمنتخب الفلسطيني بهاللحظات، أحمد عواد عم بيدخل بهاللحظات. أحمد عواد مشاهدينا الكرام عم بيدخل بهاللحظات، وتبديل آخر للمنتخب اللبناني.
تبديل الرابع للمنتخب اللبناني. هيثم فعور بيستعد للدخول. هيثم فعور مشاهدينا الكرام عم يدخل مكان محمد حيدر بهاللحظات. هيثم فعور يعني على ما يبدو رادرفيتش عم بيحاول الدفاع. لطيف البهداري من جديد بيلعب الكرة لمحمد صلاح. الكرة ممتاز جدا المنتخب الفلسطيني. احمد بأول كراته للمنتخب الفلسطيني عم يلعب الكرة. الكرة مشاهدينا الكرام والدفاع المنتخب اللبناني عم نشوف المنتخب الفلسطيني والكرة عم بتمر ولكن على عبد اللطيف البهداري بكل خبرة بيستلم الكرة. منتخب الأرز حيواجه منتخب الأردن بآخر مباراة. والكرة والدفاع دفاع ممتاز اليوم. منتخب لبنان عم بيقدم مباراة دفاعية رائعة جدا بخط الدفاع اللي عم بيكون نور منصور واعتز بالله الجنيدي. يعني شفنا اليوم مباراة رائعة جدا بالمستوى الدفاعي. طوال 81 دقيقة منتخب فلسطين فينا نقول ثلاث كرات خطيرة بس على مرمى منتخب لبنان. ثلاث كرات خطيرة غياب يعني كلمة محمود أبو ناهية وتامر المهاجمين يعني فقط الحلول الهجومية منتخب فلسطين بها المباراة. منتخب فلسطين يلي غير قادر على صناعة الحلول أبدا. هيثم فعور عم يلعب الكرة. هيثم فعور ممتاز الكرة. هيثم فعور والتقدم مشاهدينا الكرام عم يلعب الكرة والحارس توفيق. الحارس توفيق عم بصد الكرة رائعة كانت من هيثم فعور. هناك إصابة مرة أخرى المنتخب الفلسطيني بهاللحظات. الروح الرياضية هناك إصابة على أرضية الميدان. دقيقة 82 مشاهدينا الكرام زين طحان نشوفه على أرضية الميدان مصاب. نشوف الإعادة هون. الكرة الرائعة والحارس توفيق اللي كان عم بصد الكرة. كنا نشوف تاني أهداف المباراة. كل السلامات لزين طحان صغير نادي الصفا عم نشوفه على أرضية الميدان. يعني مشاهدينا الكرام اليوم عشاق كرة القدم على موعد كبير مع السوبر الكلاسيكو برازيل والأرجنتين. آخر مباراة كانت عم تنتهي بين البرازيل والأرجنتين بالتعادل الإيجابي 1-1. الأرجنتين بآخر ثلاث مباريات كانوا بيعانوا بتعادلين وهزيمة أمام الباراغواي. أما البرازيل بآخر ثلاث مباريات اللي كانت عم بتقوم بالعلامة الكاملة ثلاث انتصارات مع المدرب جديد مدرب تيتي عم بيحاول العلامة الكاملة بلعزات. منتخب فلسطيني عم بيحاول العودة بالمباراة. المنتخب الفلسطيني عم بيحاول العودة والتشيل ولكن دفاع المنتخب اللبناني حديد. دفاع المنتخب اليوم ممتاز جدا. منتخب لبنان اليوم عم بيقدم مباراة رائعة بخط الدفاع. ولا كرة ولا أي اختراق من المنتخب الفلسطيني بس بالتسديدات على المرمى عم بيشكلوا كانوا الخطورة. عم نحكي مشاهدينا الكرام عن السوبر الكلاسيكو ببرازيل أرجنتين ننسى بأمريكا الجنوبية كمان نادي لقب بالاستينو سانتياغو. يعني هو مشاهدينا الكرام بفلسطين بكرة قدم بتشيلي. يعني حاليا هو بمركز السادس بالدوري برصيد 15 نقطة. يعني بيمثل كل شيء خاصه بفلسطين. كنزة نادي الفريق بفلسطين. يعني أرقام التيشيرت على فريق بلاستينو كمان هي
خريطة المنتخب الفلسطيني. بهاللحظات المنتخب الفلسطيني عم بيحاول على المباراة، ولكن الكرة ممتازة من معتز. الدفاع رائع رائع رائع. معتز بالله الجنادي عم بيأدي مباراة ممتازة اليوم، مباراة عالية جدا، عم بيبعد الخطورة بكل خبرة وبكل ثقة. معتز بالله الجنادي متألق اليوم، خط دفاعي رائع جدا. منتخب الفلسطيني غير قادر أبدا على اختراق المنتخب اللبناني ولا بأي كرة، فقط بسلاح التسديد عم بيحاولوا بالكرات العرضية. عم نشوفون المنتخب الأحمد، أحمد ونصار، نصار صراعه مع أحمد عواد. خمس دقائق مشاهدينا الكرام على نهاية المباراة. كنا عم نحكي عن نادي بلاستينو سانتياغو اللي هو حاليا بالمركز السادس بالدوري مشاهدينا الكرام بدوري التشيلي. كان عم بيخرج مشاهدينا الكرام حاليا عم يودع من سودا أمريكانا من الربع النهائي بعد ما كان عم بيخسر أمام سان لورينزو ثالث بالدوري الأرجنتيني. كان عم بيخسر بالنتيجة النهائية ب 2-1. بالإياب كان عم بيربح المنتخب، عم نشوف الكرة والإعادة، عم نشوف بالإياب كان عم بيربح فريق بلاستينو سانتياغو بهدف مقابل شيء، ولكن بالإياب كان كلمة الحسم لسان لورينزو. يعني أشهر المدربين اللي دربوه لنادي بلاستينو سانتياغو مانويل بيرغليني، مانويل بيرغليني اللي كان مدرب مانشستر سيتي وكان عم يدرب نادي ريال مدريد، درب بلاستينو سانتياغو سنة 1990 و1992 ورجع كمان بالعام 1998 كان عم بيدرب بلاستينو سانتياغو يلي برصيده لقبين من الدوري عام 1955 و1978. كان عم بيحقق لقب الدوري يلي بيرفع اسم فلسطين بالتشيلي يلي موجود ما يقارب من 500,000 نسمة من الفلسطينيين موجودين بالتشيلي. فلسطين الفرع الثاني بالتشيلي موجودة، فلسطين وسانتياغو من أشهر الأندية. رادولوفيتش عم نشوفه غاضب أمامنا، رادولوفيتش عم بيعطي التعليمات. رادولوفيتش المدرب منتخب الأرز المونتينيغري، مباراة مهمة جدا اليوم باللقاء السادس. منتخب لبنان عم بيأكد العلم وعم بيأكد انتصاره على منتخب فلسطين، ولكن ما فيش مستحيل بعد الحكم ما أعلن صافرة النهائية. منتخب لبنان بهالانتصار بالمواجهة رقم 6 بين المنتخبين. كان حيدر عم يلعب الكرة، عدنان حيدر ممتاز عم يلعب الكرة والعرضية مرت بسلام. عم نشوف وعم نسمع يعني رادولوفيتش بيطلب اللاعبين بتغطيه المراكز. المنتخب الفلسطيني وهون عم نشوف لاعبين المنتخب الفلسطيني تحت انظار هالمباراه. يعني ابدا غير راضي المدرب الجزائري عن هالنتيجه، ابدا غير راضي. منتخب فلسطين باول الكرات، ولكن من جديد معتز بالله الجنادي العلامة الكامل اليوم بالتغطيه الدفاعيه هو نور منصور. عم نشوف الكرات سلاح العرضيات، وهيثم فعور مع صراعه مع عدي خروب. هيثم فعور وصراعه مع عدي خروب. عمل تنتهي المباراة بسلام لكل اللاعبين. نشوف معتز بالله الجنادي. يعني مشاهدينا الكرام أكثر لاعب مس المنتخب لبنان حاليا وحسن معتوق ب 51 مشاركة دولية، يليه وليد إسماعيل ب 74 مباراة، وحاليا علي حمام برقم 44 مع هالمباراة. هيثم فعور عم بيبعد الكرة لمنطقة عمليات المنتخب الفلسطيني، رمي التماس لصالح المنتخب الفلسطيني. آخر الدقائق مشاهدينا الكرام، منتخب لبنان متقدم على منتخب فلسطين بنتيجة 1-0. هدف اللي سجله في الشمسين، ولكن المباراة ما انتهت. المنتخب الفلسطيني قادر على العودة، قادر على تسجيل هدف التعادل بأي لحظة. الكرة وجدت مشاهدينا الكرام ممتازة، إسلام البطران كان عم يمرر كرة رائعة. نشوف هون الكرة لطيف البهداري. عم نشوف مشاهدينا الكرام حاليا منتخب فلسطين عم بيدافع بكرة، عم بيدافع المدافع وعبد اللطيف عم بيسجل، كان يسجل كرة رائعة، عم بيسجل تسديدة وليس هدف، يعني سجل تسديدة. دقيقة مشاهدينا الكرام على نهاية المباراة، والمدرب الجزائري أبدا غير راضي.
على نتيجة المباراة. مهدي خليل حارس نادي الصفا، شباكه نظيفة لحديد الآن بها المباراة. يعني مهدي خليل مشاهدينا الكرام هيدي رقم 8 حاليا بحال انتهاء المباراة بفوز منتخب 2-1-0، حيصير برصيد 8 مباريات لمهدي خليل نظافة شباك من أصل 14 مباراة. علي حمام قائد منتخب الأرز مشاهدينا الكرام يلعب الكرة. عبد اللطيف البهداري مدافع نادي طلائع الجيش، هنا عم نشوف يعني حكم سامر ابو قاسم عم بيستعد لاعلان عن الوقت بطل طائع. يعني اسلام البطران مش الكرام وعم بيعلن الحكم 4 دقائق مش الكرام لنهاية المباراة. حكم سامر عم يتسب الكرة والرأسية بسلام على مرمى مهدي خليل. اسلام البطران يلي كان لعب مع شباب ياطا والاهلي الخليل وحاليا بقى مع وادي دجله المصري لمده 3 سنوات، بعد ما نادي وادي دجله المصري عم يستقدم احمد حسام ميدو لتدريب الفريق. جاد نور الدين عم بيستعد للدخول. جاد نور الدين يلي كان حاليا عم بيلعب باندونيسيا وعم بيكون مدافع عم بيقدم مباريات كبيره وعم بيكون متالق جدا. جاد نور الدين عم بيستعد للدخول باللحظات مكان احمد جلول. رادالوفيتش عم بيحاول يحافظ على النتيجه. احمد جلول عم بيخرج باللحظات، قدم مباراه جيده كمان، مباراه رائعه كانت لاحمد جلول. جاد نور الدين عم بيدخل باللحظات قلب دفاع مشاهدينا الكرام. سابقا كان يلعب مع نادي شباب الساحل، حاليا باندونيسيا محترف. ياسين عم يلعب الكرة سريعا مشاهدينا الكرام. الكرة المنتخب الفلسطيني عم بيحاول، جماهير المنتخب الفلسطيني ناطرة التعادل والكرة والتربكة. اوه الحكم عم بيعلن عن ركلة جزاء، عم بيعلن عن ركلة جزاء. يعني مشاهدينا الكرام محمد صالح هون فرحة الجمهور الفلسطيني. عم نشوف الإعادة، عم نشوف الإعادة أمامنا. يعني حالة غريبة، عم نشوف الإعادة مرة أخرى. الحكم عم بيحتسب ركلة جزاء يا صالح المنتخب الفلسطيني بها المباراة، واحتجاجات على الحكم. هنا نشوف احتجاج على حكم الراية والبطاقة الصفراء. حكم وزع البطاقات حاليا. احتجاجات كبيرة على ركلة الجزاء. يعني قرار الحكم قرار ما في يرجع بقراره. ركلة جزاء مشاهدينا الكرام لمنتخب فلسطين. جماهير المنتخب الفلسطيني على استعداد، عم بينفذ الكرة عبد اللطيف البهداري أم مهدي خليل؟ مهدي خليل أو عبد اللطيف البهداري على الكرة قلب دفاع منتخب فلسطين أمام العملاق مهدي خليل. مهدي خليل أو عبد اللطيف البهداري؟ مهدي خليل أو عبد اللطيف البهداري بآخر دقائق المباراة مشاهدينا الكرام. يعني عم نشوف أرضية الملعب مباراة أبدا مش ودية. عبد اللطيف البهداري عم يستعد بال. هون عم نشوف توتر بأرضية الميدان، أرضية الميدان بين لاعبي المنتخب اللبناني والمنتخب الفلسطيني. معتز بالله الجنادي. هون مشاهدينا الكرام اشبيه اصبحت مشحونه، أجواء أصبحت مشحونة مشاهدينا الكرام. هذا كله عامل تأثير على مسدد الركلة. وعم نشوف أمامنا محمد صالح اللي ربح ركلة الجزاء.
الكرة عبد اللطيف البهداري أم مهدي خليل؟ عبد اللطيف بهداري أم مهدي خليل؟ هنا عم نشوف المنتخب اللبناني عم بيحاول يعني يلعب على تركيز عبد اللطيف لإضاعة تركيزه على الركلة. دائما هالأمور بنشوفها. مدرب الجزائر عم بيحتج على الحكم سامر أبو أسم الحكم الرابع. عبد اللطيف البهداري عبد اللطيف البهداري أم مهدي خليل؟ عبد اللطيف البهداري أو مهدي خليل بالتصدي أو التسجيل؟ دقيقة 95 مشاهدينا الكرام، يعني الأعصاب عن جماهير المنتخب الفلسطيني على أمل تسجيل أو مهدي خليل بالتصدي للكرة. مهدي خليل، مهدي خليل، عبد اللطيف البهداري، الأعصاب جماهير المنتخب الفلسطيني. مهدي خليل من أبرز الحراس بلبنان، حارس نادي الصفا. مرة أخرى وهناك توتر المدرب الجزائري، يبدو هناك توتر شديد، توتر شديد. وهون عم نشوف المدرب الجزائري سيطرته. توتر عديد الأجواء ما عادش تتحمل بالمنتخب. عم نشوف الأعصاب أصبحت مشحونة بالميدان. الأعصاب مشحونة بأرضية الميدان. ركلة الجزاء احتسبها الحكم. عبد اللطيف مشاهدينا الكرام من جديد، اخر الكرات، اخر اللحظات من المباراة. عبد اللطيف البهداري او مهدي خليل؟ يلا يا مهدي، يلا يا مهدي، مهدي او عبد اللطيف. ولكن مدرب الحكم سامر ابو اسم، هو طرد، هناك طرد وبطاقه حمراء مشاهدينا الكرام، هناك طرد. لاعب المنتخب الفلسطيني عم يتعرض لطرد. عم يتعرض للطرد مشاهدينا الكرام. عبد اللطيف البهداري تعرض لطرد. محمد ابو خميس اللي كان عم بينطرد من لحظات، محمد ابو خميس تعرض لكرت احمر. مهدي خليل، يلا يا مهدي، يلا يا مهدي. عبد اللطيف البهداري او مهدي خليل؟ مهدي خليل، هدف التعادل مشاهدينا الكرام، هدف التعادل للمنتخب الفلسطيني باخر لحظات المباراه، باخر ثواني المباراه. وفرحه جنونيه لجماهير المنتخب الفلسطيني باللحظات، الجماهير الفلسطينيه. الحكم عم بيطلب بيعه الركله، الحكم عم بيطلب بيعه الركله. يعني على ما يبدو المباراه اصبحت مثيره للغايه، على ما يبدو الحكم عم بيطلب بيعه الركله. اجواء جنونيه، اجواء حماسيه رائعه بملعب المدينه الرياضيه. الحكم عم بيعلن عن اعاده ركله الجزاء. مهدي خليل، مهدي خليل او عبد اللطيف البهداري؟ أجواء رائعة، الأجواء، مهدي خليل أو عبد اللطيف، الكل عم ينتظر. عبد اللطيف أو مهدي خليل؟ مهدي خليل، وعم بيسجل جول التعادل للمنتخب الفلسطيني مشاهدينا الكرام. منتخب فلسطين عم بيعايد تعادل 1-1، يعني تعادل أبدا غير مستحق، تعادل أبدا غير مستحق. منتخب لبنان أدى مباراة كبيرة رغم التعادل، منتخب لبنان استحق الفوز، أدى مباراة عالية، أدى مباراة جميلة جدا من الناحية الدفاعية. ولكن هذه كرة قدم، هذه هي الخطأ بآخر لحظة. المنتخب الفلسطيني عم بيعادل النتيجة بآخر لحظة، وان أمامنا مهدي خليل، يعني ركلة الجزاء يلي حتكون حديث الشارع الكروي بلبنان وحديث الصحافي بلبنان. ركلة الجزاء يلي احتسبها الحكم الوطني مراد. وهون فرحة الجماهير عم تشوف الإعادة، ركلة الجزاء بمرمى مهدي خليل. وهون مشاهدينا الكرام هيثم فعور، وآخر ثواني المباراة، آخر لحظات المباراة. 1-1 النتيجة. عبد اللطيف البهداري عم بيعادل النتيجة من ركلة جزاء.
للمنتخب الفلسطيني، مثل ما قلنا تعادل غير مستحق ابدا لمنتخب الفلسطيني، لان المنتخب الفلسطيني لم يقدم اي شيء يذكر في المباراه. منتخب لبنان كان مسيطر على جميع النواحي بالمباراه. هون على الكره عم نشوفها ادمون شحاتي لاعب نادي سلام صغرتا بيلعب الكرة لفي الشمسين، ولكن الكرة طالت لفي الشمسين. أجواء رائعة، أجواء حماسية، آخر ثواني ولحظات المباراة، الأجواء قمة، الأجواء رائعة. الملعب المدينة الرياضية مثل ما قلت مشاهدينا الكرام أبدا منا مباراة ودية على أرضية الميدان، منا مباراة ودية. ممكن تشوف الكرة، ولكن الكرة عم تمر. إدمون شحادة يلا يا إدمون عم يمر. يا سلام على إدمون، والكرة والتغطية الدفاعية، المباراة مار، المباراة عم تشتعل باللحظات. نصر عم بيحاول اختراق نصر، والحكم عم بيعطي افضليه اللعب. الاجواء ناريه، الاجواء مشتعله باخر دقائق المباراه، الاجواء مشتعله باخر لحظات. عم نشوف الجمهور الفلسطيني، عم نشوف الكره. منتخب لبنان عم بيحاول العوده بالنتيجه لتسجيل هدف الثاني. الكره من جديد صالح المنتخب الفلسطيني، عم بيحاول باللحظات، والكره طالت لرمي التماس لصالح المنتخب اللبناني. عم نشوف الروح، عم نشوف الاصرار عند منتخب لبنان للعوده بالنتيجه. هيدا جدا امر مهم جدا، الاصرار اللي عم بتلك لاعبين منتخب لبنان بالعوده بالنتيجه. منتخب لبنان اليوم بالعلامة الكاملة عم بيحقق رغم التعادل غير مستحق، ولكن منتخب لبنان اليوم أدى مباراة عالية جدا، مباراة ممتازة جدا من جميع النواحي. الكرة من جديد المنتخب اللبناني، حكم خطأ لصالح المنتخب الفلسطيني في اللحظات. 1-1 النتيجة، تعادل أبدا غير مستحق. المنتخب اللبناني استحق اليوم الفوز، استحق اليوم الانتصار على الأداء الرائع. أمامنا اللي سجل هدف التعادل عبد اللطيف البهداري بمرمى مهدي خليل. منتخب فلسطين بعزات عم بيحاول الكرة، المنتخب الفلسطيني عم بيناور لتسجيل هدف ثاني، عم بيمر رائع، ولكن الدفاع عم بيقطع الكرة بآخر اللحظات. أجواء رائعة وحماسية جدا مشاهدينا الكرام. المنتخب الفلسطيني نتيجة 1-1 تعادل بركلة الجزاء. الكرة والمنتخب الفلسطيني بلعزات الدفاع عم بيبعد الخطورة. الثواني مشاهدينا الكرام، جمهور الفلسطيني يعني راضي بها النتيجة، راضي بالتعادل والكرة. ومشاهدينا الكرام الحكم عم بيعلن نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي. 1-1 بين منتخب لبنان ومنتخب فلسطين. منتخب لبنان حيواجه المنتخب الأردني بعد 5 أيام مشاهدينا الكرام بعمان. وهيدي أجواء المباراة كانت ليلة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونهاية المباراة. إذن المباراة عم تنتهي بتعادل المنتخب اللبناني مع المنتخب الفلسطيني. حسن، يعني شفنا المنتخب اللبناني تقدم لوقت بدل الضائع، وصار في مثل ما بقولوا صار في ضربة جزاء بنالتي احتسب حكم المباراة غيبت حرم الاثنين من فوز. انت كيف شفت الدقيقة الأخيرة؟ الفوتبول لعبة أخطاء، يعني بغض النظر إذا الحالة فيها ضربة جزاء أو ما فيها ضربة جزاء، بس منتخب لبنان اليوم ما بيستاهل هيدي النتيجة. يعني يمكن هيدا أحلى ماتش منتخب لبنان بيقدمه بكل مشوار التحضير لتصفيات كأس آسيا. كان في فوتبول رائع، كان في تنوع، تنقلات حلوة، قدرنا نسجل أول هدف وسيطرنا على المباراة. لا، ضيعنا فرص كتير وسيطرنا كل المباراة. الماتش كان لنا من كل المقياسات لحد الوقت الضايع. حكم اعطاهم بينالتي بغض النظر اذا فيها بينالتي او ما فيها بينالتي، بس اكيد نحن ما بنستاهل التعادل اليوم، اقل شيء لازم نربح اليوم كنا.
حسن يعطيك العافية، بس فينا نقول أنه صورة المنتخب اللبناني كانت مميزة جدا. المنتخب اللبناني بغادر يوم الأحد للعاصمة الأردنية، حيث رح يخوض نهار الثلاثة مباراة مع منتخب الأردن. نحن لهون بينتهي مشوارنا. بدي أذكر النتيجة، منتخب لبنان 1 ومنتخب فلسطين 1. إلى اللقاء.